من شاشاك من مناك ما لي ذا القامر شبيه يا حبيبي أي ذنب قد صنعت أو كريم أنت مجهود جريح ليس فيك من شفاء كنت في البستان ليلا والحشا من الطرا هكذا صليت حتى عرق من نساك قلت ربي إن رأيت فادفع عني العطاء حزننا كل قول أو نداء مدى صباح الفل أحبائي أنا ما كنتم طابت أوقاتكم هذا محب يحييكم وأتمنى لكم يوما جديدا سعيدا ملؤه البركة والأفراح ويديكم كده ربنا نعمة ويديكم سلام لأنه بدون نعمته وبدون سلامه ملهاش طعم حياتنا. قولوا أمين يا شباب. طيب أنا هيكون معايا بعد شوية أولالين أخونا الأسيس ثابت وكمان أخونا الحبيب السيد نمر، فخلونا لغاية لما يعني نتقابل مع بعض كلنا ونبتدي الحلقة بتاعتنا خليني أرنم معاكم الترنيمة دي. سألوذ بحضنك من جهلي سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر وبقربك يولد في عمري عمر آخر إلهي أنت
احمدك ارفعك اجد لك الهي انت احمدك ارفعك اجد لك القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة وسادة القلب يغني فأسمع صوتك قد نادى وأراك الحب أراك الفرحة وزادة النفس تهيم بك شوق أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها النفس تهيم بك شوقا أنت مناها وحياتي بقربك غالبة ما أبهاها إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك يا إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك يا إلهي أنت أحمدك أرفعك أجد لك يا ربنا القدوس في بداية فرصة جديدة بتمنح حالنا عشان نجتمع فيها حوالين شخصك الكريم يا رب. بتترفع قلوبنا ليك بالحمد والشكر. وتنطق ألسنتنا بالشدو. بنرفعك في يوم جديد. بنعلي اسمك في يوم جديد. نشكرك من أجل فرصة بتسمح لنا فيها نتكلم عنك ونحكي عن مقاصدك. وعن الأهداف والغاية اللي من أجلها أبقيتنا في الوجود. يا رب بشكرك من أجل القناة والقائمين على خدمتها. بشكرك رب من أجل شركائي في الخدمة واللي هيكونوا معايا اليوم. هنا الحبيب أسيس ثابت هنا الحبيب السيد النمر. بشكرك رب من أجل أيضا أخونا الأخطر وأرجو رب أنك تكون معاه وتباركه أيضا في كل مكان يتواجد فيه. تحفظه في سلام وأمان مع أسرته. يا رب بصلي من أجل كل نفس موجودة معانا الآن في البث أو يا رب بتفتح القنوات وتشوفنا على التلفزيون. واثقين يا رب إنك إله صالح وأمين. هتستثمر كل كلمة. هتستثمر رب كل رؤية. هتستثمر رب كل فكرة تطرحها تستخدمنا نتكلم فيها. بارك يا رب المستمعين في كل مكان واللي هيشوفونا بعد كده لاحقا. بنثق يا أبانا أن صلاتنا مستجابة عندك إذ نصلي في اسم ربنا يسوع المسيح وشفاعة روح القدس اسمعنا واستجبنا ليك الكرامة وليك كل المال أمين. أهلا وسهلا بكم حبايبي. ربنا يبارككم ويحفظكم ويقودكم معنا النهاردة. وبرحب بأخونا الحبيب أخونا السيد ثابت وأخونا الأخ شكري السيد النمر. بارك الله فيكم يحفظكم القدير ويرعاكم. وخلوني في البداية أسمع أصواتكم. اهلا وسهلا بك اخونا الاسيس ثابت. اتفضل. ده صوت مقفول يا مؤمن. انا انت بتعلموني المفروض انا بعلمكم مش معقول. ماشي. عزيز الاخ محب انا بشكرك. طيب انا الصوت بتاعك في صدى صوت تقريبا في حد فاتح. اوكي. طيب انا بشكرك جدا من اجل الدعوه الكريمه اللي انت تكرمت وتكرمت قناه الاراميه ان انا اكون لي امتياز وشرف ان انا اشارك معاك ومع اخويا السيد النمر في حلقه اليوم وبرنامج بيناقش موضوعات من الموضوعات المهمه لاني انا ايماني الكامل اني كلمه الله هي الاثبت وهي الاقوى وكلمة الله لها القدرة حتى على الإقناع لأنها كلمة من الروح القدس لأن الكتاب المقدس كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. فامتياز لي أن نكون موجود معك أنت وأخونا سيد النمر. أنت بقى اللي ميوت كده.
لا انا لسه ما اتكلمتش، لو شفتني بتكلم وانا ميوت تزعل مني. انا ما بزعلش منك ابدا اخونا هشام. اتفضل يا مؤمن. السلام، سلام المسيح القدوس يملا حياتكم ويملا يا رب بيوتكم وحياتكم كلها، وكمان يملا حياه المشاهدين لقناه الاراميه يا رب بالفرح والجود والقداسة والخلاص لكل إنسان لم يتعرف على شخص المسيح المحب. برحب بأخونا الغالي أسسنا الغالي أسيس ثابت وأخويا الغالي محب، ونفتقد اليوم حضور كمان أو غياب أخونا الغالي الأخطل. ربنا يقول دايما ويكون معنا في الحلقات القادمة بنعمة الرب يسوع المسيح. صلاة للرب يسوع المسيح إن فعلاً الرب يلمس القلوب ويستثمر الوقت لمجد اسمه القدوس. ويا رب نقول لك في اسمك العظيم افتح الأذهان والقلوب يا رب، علشان كل نفس بعيدة تتقابل مع شخصك الحبيب وتاخد منك غفران، تاخد منك حياة، تاخد منك راحة، تاخد منك فرح وسلام داخلي، لأنك أنت أتيت يا رب ليكون لنا حياة ولكي يكون لنا أفضل. شكرا لك يا رب، شكرا لك. امين امين. برضو مش هزعل منك، مش هزعل منك برضو. النهارده بقى هتاخدوا الحكايه دي، هتاخدوا لكم كده عدى 10 15 مره. الاخر لقاء الاخ الاخطل قال لك معاك 4 سنين عشان تتعود على الحكايه دي، مش عارف ربنا يسهل. بدري بدري ان شاء الله. اهلا بيكم حبايبي. انا كنت بقول اهلا بيكم ساعه ما كان المايك مقفول بقى، ايوه بس هي وصلتكم. انا عارف انكم احنا بطلع لكم التحيه من القلب، بتوصل لقلوبكم. انا فاهم كويس قوي، حتى لو شفت في شفايفي بتتكلم ما عرفتوش الصوت، مش مهم مش مهم مش مهم. خليني في بدايه الموضوع بتاعنا النهارده هو ايه؟ من الخوف، صح كده؟ من الخوف الى الشهاده، الى الشهاده. خليني اقرا معاكم جزء كتابي موجه في متى 28، و بس نقلب الكاميرا ان شاء الله عشان تشوفوا معايا الكلام. احب تشوفوا معايا الكلام، انا ما بحبش اتكلم وحدي ابدا. ايوه يا سلام على الايمان والتقوى. شفت بقى؟ وبعد السبت، متى 28، السبت اللي بسببه انزلت اجساد المصلوبين ودفنت في القبر، مضى سبت، وعند فجر أول الأسبوع جاءت مريم المجدلية ومريم الأخرى لتنظر القبر. بنعرف من الأجيال الثانية أن هم كانوا عندهم ما كانت لهمش فرصة أن هم يحنطوا الجثمان، يحنطوا الميت، فحبوا بقى يشاركوا هم بهذا الأمر. فجاءوا في الفجر أول، عند فجر أول الأسبوع. وفي موقع تاني من كتب الكتب المقدسة في الأنجيل يقول ده كان الظلام باقي، عايزين يلحقوا أول وقت يتقابلوا أو يروحوا فيه عشان يقدموا حنوط لجسد ربنا يسوع المسيح. وهم في الموقف ده اللي حصل، وإذ زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء ودحرج الحجر عن الباب. خلي بالك، الرب يسوع المسيح ما كانش منتظر لما الملاك يجي عشان يدحرج الحجر عشان يقوم من بين الأموات، لا هو كان قام. والكلام ده هنشوفه بعد شوية مع الأحباء الأخوة أخونا الأسيس ثابت والأخ شكري، هنشوف إنه الرب بيقدر يخترق كل حاجة، لأنه هو الله القادر على كل شيء، يقدر يمشي على المية ويقدر كمان يدخل الأبواب مغلقة زي ما نشوف بعد شوية. وإذا زلزلة عظيمة حدثت لأن ملاك الرب نزل من السماء وجاء وتحرك الحجر على الباب وجلس عليه، وكان منظره كالبرق ولباسه أبيض كالثلج. فمن خوف ارتعد الحراس وصاروا كأموات. فأجاب الملاك وقال للمرأتين: لا تخافا أنتما، فإني أعلم أنكما تطلبان يسوع المصلوب. ليس هو ها هنا، لأنه قام كما قال. هلما انظروا الموضع الذي كان الرب مضجعا فيه، وذهب سريعا قولا لتلاميذه أنه قد قام من الأموات، وها هو يسبقكم إلى الجليل، هناك ترونه، ها أنا قد قلت لكما. فخرجت سريعا من القبر بخوف وفرح،
راقدتين لتخبر تلاميذه، وفيما هما منطلقتان لتخبر تلاميذه إذ يسوع قام وقال سلام لكما، فتقدمت وامسكت بقدميه وسجدت له. إنجيل يوحنا ياخد واحدة من الاثنين دول يتكلم عنها، لكن في إنجيل متى هنا بيكلمنا عن الاثنين. فقال لهم يسوع لا تخافا، اذهبا قولا لإخوتي أن يذهبوا إلى الجليل وهناك يرونني. خوف، رحلة الخوف اللي أصابت التلاميذ من بداية القبض على شخص ربنا يسوع المسيح. أخونا الحبيب أخونا الحبيب الأسيس ثابت وأخونا الحبيب الأخ شكر، أنا كنت طلبت منهم يدوني شوية حاجات كده عشان أفتح معهم حوار، فوصلني من الأسيس ثابت بتفيد أو يعني حاجة بتقول لي إنه كان في خوف عند التلاميذ، كان في اضطراب عند التلاميذ. إيه الحالة بتاعت التلاميذ أثناء القبض على ربنا يسوع المسيح أخونا الحبيب الأسيس ثابت؟ أخويا الرائع المحب ومحب وأخويا السيد النمر، واحدة من الحاجات اللي المفروض إحنا كمسيحيين ندركها، وليه ندركها؟ ليه نعرفها؟ ليه محتاج أنا كمان أعرف الكلام ده؟ إن حال التلاميذ قبل القيامة وخاصة قبل يوم الخمسين مختلف تماما عن حال التلاميذ حتى وهم بيتعلموا عند قدمي أعظم معلم شخص ربنا يسوع المسيح. طبعا لو أنا هتكلم عن مدارس لاهوتية، أعظم مدرسة لاهوتية هي المدرسة التي دخلها التلاميذ، لأنهم مش درسوا عن الله لكنهم رأوا الله. عشان كده في الرسالة الأولى، رسالة القديس يوحنا الأولى، بيقول كده: الذي سمعناه، الذي رأيناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته أيدينا من جهة كلمة الحياة. فإحنا لو عايزين نعرف عن المسيح، مفيش أعظم من دول نعرف منهم عن المسيح. لكن حتى دول نفسهم كانوا في ضعف، في خوف، في شك. لو أنا هسأل إيه السبب اللي خلي التلاميذ اللي شافوا كل المعجزات وقوة الله، وعلى سبيل المثال بطرس الذي لنا روح القدس، فكان هو الذي أجاب الإجابة الصحيحة من بين التلاميذ عندما سأل المسيح من يقول الناس إني أنا، فقال بطرس أنت يسوع المسيح ابن الله الحي، والرب قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة، وقال له طبعا أن دما ولحما لم يعل لك. فإيه اللي يخلي واحد زي ده يخاف؟ ده بيعلمني أنا في الأول أخويا السيد نمر وأخويا محب، أني أنا ما اعتمدش على الإطلاق على ذكائي ولا قوتي ولا شجاعتي بدون المسيح. لأن اللي خلى بطرس ينكر المسيح هو أن بطرس رأى أن المسيح في حال الضعف. بطرس شاف المسيح في حال الضعف، بطرس شاف المسيح في حال الضعف. لأنه لو أنا عندي المسيح، وده مرات كتير على فكرة إحنا بنعمله في حياتنا، أنا ليه بتكلم زي ما المجتمع عايز نتكلم، مش بتكلم بالحق؟ لأني شايف إن إلهي في حال الضعف. لو أنا شايف إن إلهي يقدر يحميني، أنا هشهد بالحق. عشان كده أنا عجبني العنوان جدا: من الخوف إلى الشهادة. والفرق بين الاثنين، الخوف هو عندما يسير العالم بدون الله وبدون المسيح، والشهادة هو عندما يضع الإنسان ثقته في الله. فبطرس واحد من الناس اللي في الإنجيل بحسب القديس لوقا أصحاح 22 قال له كده: يا رب. في الأول أجرى من 31: وقال الرب سمعان سمعان هوذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي لا يفنى إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوتك. أنا عايز أسأل سؤال: يا رب أنت بتطلب من مين؟ بطرس محتاج تثبيت،
لكن هنعرف ازاي ان الرب استخدم بطرس كمان للتثبيت. المهم، وانت متى رجعت ثبت اخوتك. فقال له يا رب انا مستعد ان امضي معك حتى الى السجن والى الموت. بطرس اكتر واحد من التلاميذ كان بتمتلكوا الشجاعه اللي دفعها العواطف والشعور. عشان كده بتشوفوا اثناء القبض على الرب يسوع المسيح بياخد السيف ويقطع اذن عبد رئيس الكهن. فالله الرب يسوع المسيح عايز يقول له بطرس اهدى شويه، انت مش عارف امكانياتك يا بطرس، انا اللي عارف. فقال اقول لك يا بطرس لا يصيح الديك اليوم قبل ان تنكر ثلاث مرات انك تعرفني. وطبعا هنشوف بعد كده اثناء القبض على الرب يسوع المسيح ان بطرس خد السيف وقطع اذن عبد رئيس الكهنه. لكن اثناء المحاكمه، واحده من الحاجات اللي المفروض نعرفها ان واحد من الناس اللي كانوا في المكان بتاع المحاكمه الحراس، لان بطرس انكر امام جاريه وبعد كده راح يتدفى مع الحراس، فواحد من الحراس كان ليه علاقه قرابه بعبد رئيس الكهنه. فبطرس في الاول من امام الجاريه خاف من اللي عمله ده، راجل حاول يتهجم على واحد منهم. الحاجه الثانيه ان بطرس شاف ان هو بعيد عن المسيح، المسيح بيتحاكم. ودي النقطة الأولى، أنا مش عايز أطول كتير ومش عايز تكون مداخلاتي طويلة، لكن دي النقطة الأولى، إيه اللي بيخليني أخاف؟ خوفي ناتج عن إدراكي أن الله غير موجود في حياتي، يعني خوفي ناتج عن أنا شايف أن الله مش موجود. لأن بنشوف الكلام ده كمان في إنجيل يوحنا 20، التلاميذ ومجتمعين بسبب الخوف من اليهود، امتى التلاميذ فرحوا؟ بعد ما جاء المسيح والابواب مغلقه وقال لهم سلام لكم، فرح التلاميذ اذ راوا الرب. يبقى هنا السلام وعدم الخوف مرتبط بوجود الله في حياتنا، او ان احنا نعرف ونثق ان الله موجود في حياتنا. اول يعني في حال ان احنا نشعر ان الله مش موجود في حياتنا يمتلكنا كل خوف ورعب. وعلى فكرة ده اللي بيحاول يعمله العالم لينا النهاردة. العالم بيحاول يغيب الله من المشهد عشان نعيش بخوف ورعب. اكيد كلنا فاكرين سنة 2021 كورونا. الفكرة ان العالم ارعب الناس بكورونا لانهم حاولوا يغيبوا الله في المشهد. وعلى فكرة الله نفسه استخدم الحدث ده عشان يوري الناس انهم عاجزين قدام اصغر فيروس. فمرة تانية اخويا محب، النقطة الاولى اللي انا عايز اقولها اني نحن نخاف عندما لا نرى الله في حياتنا، او عندما نشعر ان الله غير موجود في حياتنا. وكمان احنا بنشعر بالسلام لما الله يكون موجود في حياتنا. التلاميذ كانوا في حالة خوف وكمان كانوا في حالة شك. الخوف والشك ويمكن نتطرق كمان للعادات والتقاليد بتعمي عيوننا عن أن نرى الله، يعني بتخلينا مش شايفين الله. عاداتنا بتخلينا ما نشوفش الله، عشان كده بنلجأ لحلول بعيدة عن الله. مخاوفنا بتخلينا مش بنشوف الله، عشان كده بنسمع أي كلام تاني غير كلام الله. شكوكنا بتخلينا ما بنشوفش الله، عشان كده ما بنوصلش رسالة الله وما بنتكلمش برسالة الله، وكمان بتبقى حياتنا مليانة بالخوف والشك. أنا بس هقف عند كده عشان أسيب الفرصة لأخويا هشام. شكرا يا حدسيس. دلوقتي احنا يعني نقدر نطلع بالكلام اللي انت قلته وانت بتتكلم، فكرتني بالمشهد اللي رغم ان الرب كان موجود، لانه يعني احنا احيانا اللي بنغيب ربنا عن المشهد. بالظبط. مش هو مش لا هو موجود بس احنا بنغيبه. انت وانت بتتكلم فكرتني بالحاسه اللي كان الرب فيها جاي وماشي على الميه، وقت كان فيه الموج عالي والريح عاليه والسفينه كادت ان تغرق اللي كان فيها التلاميذ، لكن الرب جالهم ماشي على الميه. لما شافوه التلاميذ اضطربوا، حصل لهم اضطراب، ده نوع من الخوف.
ولما اضطربوا بطرس بيقول لهم كنت أنت هو فمرني أنا آتي. قال له تعال. فنزل مشي كم خطوة وبعدين لما شاف الموج فعينه توجهت من الرب للأمواج من الرب للرياح، فكانت النتيجة أنه غيب وجود الرب في المشهد فبدأ يغرق. فهي دي المشكلة، الرب موجود لكن المشكلة نحن هل هو فعلا موجود؟ احنا يعني احنا مركزين عليه ولا مركزين على الموج، مركزين على الريح، مركزين على الاضطهاد، مركزين على المخاوف. ومن هنا انطلق من كلمة المخاوف لأخونا الحبيب شكري. عندك تقدر تقول لي الخوف ده يعني ايه اسبابه، مصادره، اللي كان في حياة التلاميذ، يعني ايه الحكاية بالضبط؟ فضل أخونا الحبيب شكري. شكرا لك أخونا الحبيب محب، لأن هو سؤال جميل قوي، لكن هو ليه أبعاد روحية كتيرة قوي. من ضمن الأبعاد الروحية اللي ممكن إن احنا نتكلم عليها من جهة خوف التلاميذ، إن الفكرة نفسها كلها ما كانتش مكتملة في ذهن التلاميذ. يعني العمل الإلهي الكامل بحتمية صلب المسيح وفدائه، وإن دي المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية في إتمام مقاصد الله العليا، دي ما كانتش حاضرة في ذهنهم، وكانوا دايما بينسوا كلام المسيح. يعني مرارا وتكرارا الرب يسوع المسيح قال لهم إن أنا ذاهب للصلب، لكن هي كانت عيون أذهانهم مقفلة حوالين هذا الأمر ومش قادرين يستوعبوا. طب هل عندنا مثال إن التلاميذ كان المسيح بيعمل معاهم أشياء وبيعلمهم بأشياء إيجابية وهم كانوا بينسوا؟ طبعا هنجد مثلا في إنجيل معلمنا متى إصحاح 15، رب المجد يسوع المسيح صنع قدامهم معجزات في إشباع الجموع، ومرة أشبع 5000 نفس ومرة أشبع 7000 نفس من 5 خبزات وسمك. فوجئنا في إصحاح 16 الرب يسوع المسيح بيقول لهم احترزوا من خمير الفريسيين والصدقيون، فوجئنا ان هم بيقولوا ده احنا جينا العبر ونسينا ناخد معانا خبز. فالمسيح قال لهم يا قليلي الايمان، يا قليلي الايمان، انتوا نسيتوا بسرعه اني انا اشبعتكم من الخمس خبزات والسمكتين 5000 شخص واشبعت 7000 شخص، ازاي انتوا بتنسوا سريعا؟ انا لا اتكلم عن الخبز لكن اتكلم عن تعاليم الفريسيين والصدقيون. اذا هنا امر التلاميذ قبل القيامه كانوا بينسوا، فده من ضمن العوامل المهمه قوي قوي، ان ذهنهم ما كانش حاضر ولا كان منفتح ولا كان ايمانهم قوي، ما خدوش قوه في الايمان الا بعد الامتلاء من الروح القدس. عشان كده رب المجد قال لهم ستنالون قوه، والقوه دي من ضمنها هي الايمان نفسه، لان من ثمار روح الله القدوس يبدا بالمحبه وينتهي بالايمان، محبه فرح سلام طول انا كده. فهنا يوم الخمسين الرب ملاهم بالروح القدس اصبحت شهادتهم قويه. قبل يوم الخمسين هم كانوا ناس عاديين مفكرين ان كل شيء هيمشي في سلام تام والمسيح هيظل معاهم للابد وهم فرحانين بوجوده في حياتهم. فجاه وجدوا المشهد نفسه بيتغير قدامهم وسيدهم ومثالهم الاعلى اصبح راح منهم، او ان هو ضاع، او اللي كانوا شايفينه ان هو مصدر امان ما عادش موجود معاهم، هو نفسه اصبح تم القبض عليه، فما هم بلا سنيد. عشان كده حتى في النبوة يقول اضرب الراعي فتتبدل الخراف. فهنا هم حسوا ان هم سيدهم واقع تحت ضعف، لكن الضعف الرب اختاره من اجل خلاص البشرية، الذي اسكان في صورة الله لم يحسب خلصة ان يكون معادل لله، لكنه اخلى نفسه اخذا صورة عبد سائرا في شبه الناس. يبقى نسيان التلاميذ لما قالوا المسيح في حياتهم، والأمر ده كان يعني غايب عن أذهانهم، لكن بعد امتلاءهم بالروح القدس بدأوا يتذكروا كل حادثة في كل موقف المسيح اتعامل معاهم فيه وقال ليهم عن كل الأمور الخاصة بالفداء والصلب والقيامة وكل يعني حتى التفاصيل الصغيرة في طلب الخل وسقبوا يدي ورجلي، كل ده تذكروه قيامة المسيح تذكر في، لكن فيما بعد لما امتلأوا بالقوة. فأحد الأسباب
اللي هي نقول عليها المهمة، إن هم ما كانوش لسه عندهم صورة كاملة، وكانوا لسه في جسد الضعف. فالإنسان في الجسد لما يبقى في الجسد مش في الروح، ما بيبقاش عنده الذهن المتقد، وما بيبقاش عنده تذكر لأقوال الله. وده يهمنا إحنا كمؤمنين بطريقة عملية، إن إحنا نكون في الروح ما نكونش في الجسد. لأن طول ما أنا في الروح أنا ممتلئ بالإيمان وبتذكر أقوال الله وبطيع أقوال الله، لأني عايش في الروح وبسلك في الروح. زي ما أسسنا ثابت الغالي اتفضل وقال النقطة الجميلة اللي لمست قلبي منه دي، لأن ده تعليم كتابي، إن إحنا كونوا في الروح، لابد إن إحنا نحيا في الروح. ما نكملش شهوة الجسد، نقدم توبة دايما، نعتمد على كلام الله ونتعلم من الرب يسوع المسيح ونخضع. في الحالة دي إحنا نستطيع ان احنا نكون اقوياء في الروح، والروح هو اللي بيقودنا، والروح هو اللي بيملانا بالقوة الروحية وبيملانا بالمحبة ويملانا بالفرح ويملانا بالسلام. نذكر حصة صغيرة لابونا ابراهيم لما الرب دعاه من أور الكلدانيين وراح علشان ارض كنعان، هو ما كانش خايف. ليه؟ لان كان الرب امامه، جعلت الرب امامي في كل حين لانه عن يميني فلا اتزعزع. هنا ابونا ابراهيم وهو في المشيئة، التلاميذ كانوا في المشيئة من يوم 50 وصاعد، لكن قبل يوم 50 هما ما كانوش في المشيئة. فأبونا إبراهيم لما كان في المشيئة عشان سمع صوت الله جيدا وآمن بالرب فحسب له برا، راح هو وترك بيته وعشرته وخد لوط وخد زوجته سارة غير خائف وغير مرتاب للأرض اللي الرب وضعه اللي دعالي الرب قدام. ما خافش لا من الكنعانيين ولا من الأموريين ولا من الشعوب اللي حواليه. ليه؟ الرب أمامي، الرب حاضر، الرب في حياتي. لكن لما نفس إبراهيم لما خرج بره المشيئة الإلهية، ودي برضو نقطة مهمة، إن أي إنسان بيخرج بره المشيئة الإلهية معناها خوف وقلق ونزع السلام الداخلي، لأن كده أنا بحزن روح الله القدوس. وده فعلا أبونا إبراهيم يقول نزل إلى مصر. شرط إبراهيم، شرط الرب يا إبراهيم؟ لا ما شرطوش. نزلت لوحدك يا إبراهيم؟ نزلت بمشورة استحسان مني عشان أرض كنعان كان فيها جوع. طب إيه اللي حصل؟ خاف على سارة وانطر ان هو يتعامل بالالتواء. ليه؟ ده سلوك بالجسد. فالحري بينا احنا كمؤمنين نكون في الروح لا نكون في الجسد. كل يوم نصلي ونقول يا رب احفظنا في الروح، خلينا نسلك في الروح يا رب، لا نكمل شهوة الجسد ولا نصنع افكار الجسد يا رب، ولا امشي بمشيئتي الخاصة بل ارادتي يا رب تخضع لمشيئتك، لانك انت اللي علمتني في الصلاة الربانية ان انا اقول لتكن مشيئتك. أمين. ده من ضمن الأسباب اللي جعلت التلاميذ إن هم يكونوا فيهم الخوف، وفي موقف القبض على الرب يسوع المسيح يهربوا عند الصليب كلهم بعاد على مرمى من مسافة من الصلب نفسه، ما كانش موجود حول الصلب إلا يوحنا جنب الصليب، يوحنا وأمه القديسة العذراء مريم وتلميذاه اللي هم نيقوديموس ويوسف الرامي، ما تجرؤوش ويجوا جنب الجسد الا بعد ما الجموع فرقت وراحوا طلبوا من بيلاطس ان هو يديهم الجسد. فطبعا ده ليها دروس روحيه. امين. زي ما اتكلمنا وحضرتك القسيس ثابت اتفضل وشرح لي. امين. شكرا اخونا الحبيب شكري. وانت بتتكلم بتسرد لنا بعض المواقف اللي اجتاز فيها ابونا ابراهيم، وهنا بيمثل الانسان الضعيف اللي هو مش ضعفه يعني سنه نمشي عليه. في ناس كده يقول لك عمل كذا ودي سنه نمشي عليها، ودخل بكذا سنه نمشي عليها، ومش عارف قال كذا سنة نمشي عليها. أبونا إبراهيم خد مراته ونزل مصر وراح مسلمها الرجالة سنة نمشي عليها. لا، دي مش سنة نمشي عليها. الكتاب هو بيكتب لنا بيدون لنا الأحداث دي اللي بنشوف فيها الإنسان الكيان البشر الضعيف وهو بيغلط. الكتاب لما قال لنا الكلام ده مش معناه إن إحنا نعمل زي، لكن نتعلم من الأخطاء دي، لأن كل ما كتب لأجل تعليمنا وتهذبنا وتأدبنا، ونشوف الغلط اللي وقع فيه الناس دول، ونشوف الضعف أو الخطأ الناتج عن ضعفهم، لكن دي مش سنة نمشي عليها.
عشان في ناس طلعت لنا في الحظ الايام اللي فاتت دي من الجماعه اللي مسمين نفسهم ملحدين، وقعدوا مسكوا الشخصيات الكتابيه ومسكوا ناس اتصرفت تصرفات انسانيه بحت، ما كانش بوصيه من الاله. يعني الاله ما قالوش يا ابراهيم انت نازل مصر لما يقابلك فرعون او ياخدوا منك بقول وزيد وعيد، لا لا، ده هو بيسجل لنا الاحداث اللي فيها. بنشوف واحد خايف، كان خايف على نفسه، طب مراته سلمها او اتاخدت منه او الى اخره، مش معنى كده ده نموذج او سنه نستنى بيها. احنا بنشوف واحد في لحظه ضعف عمل ايه، اتصرف ازاي. عشان كده الخوف هو اللي لما نبعد، زي ما كنت بتكلم ردا على مداخله اخونا ثابت من شويه، لما عيني هي اللي تبعد عن ربنا، لما تفكيري ياخدني بعيد عن ربنا، لما ما استشيرش الرب في المشاكل وفي الامور اللي بتواجهني، لما بدي لنفسي اطلق لنفسي العنان والتفكير والتركيز على ذاتي وعلى افكاري وعلى قدراتي وعلى ذكائي زي ما سمعنا من شويه، لما بعمل كده وابعد عن الرب وما استشيرش الرب، بتكون النتيجه ان انا اغلط. ولكن هذا الغلط اللي انا غلطته حتى لو كنت ابو الاباء، دي مش سنه مستنى بيها. حقيقه الخوف زي ما سمعنا كده انه له اسباب في حياه التلاميذ، والخوف في حياتنا عموما، احنا بنخاف. بس في مثل بيقول لك من خاف سلم، مالناش دعوه بالمثل ده، يمكن نتكلم فيه بعدين. بس الخوف لانك انت حياتك مهدده، في خوف طبيعي، في خوف يعني انجاز التعبير الله حطه جوه الانسان. يعني انت بتسوق في الطريق وبعدين في عربيه مقابله ليك في الطريق، فانت ما بتركز في 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 الخط بتاعك، في الحاره بتاعتك. ليه بتمشي بتركز ليه؟ عشان انت خايف تصطدم بالاخر، لانك انت لو ما ركزتش في الحاره بتاعتك ممكن تصطدم باللي جنبك شمال، باللي جنبك يمين، تعدي الناحيه الثانيه في الاتجاه المعاكس. لكن وانت بتسوق ده شيء طبيعي، لما تواجه مشكله في حياتك شيء طبيعي انك انت تخاف. لكن في خوف تاني ما هوش طبيعي، خوف مرضي، وهم انت بتعيشه، بتقول ان في اسد بره الباب. يا عم ما فيش اسد. لا، في اسد، انت عايش حقيقه ان في اسد، بس في الواقع ما فيش اسد. التلاميذ لما خافوا ده ما كانش ناتج عن وهم، ده كانت حقيقه. واخونا الحبيب الاخ اسيس ثابت هيكمل معانا في نماذج وتصرفات ومواقف للتلاميذ اللي بتبين لنا ان خوفهم كان طبيعي، فازاي بعد كده هم هيواجهوا هذا الخوف الطبيعي. اتفضل يا اسيس. طيب شكرا كتير اخويا محب، وشكرا اخويا السيد النمر. انا هاخد برضو حاجه من الحاجات، يعني هتكلم عن اللي حضرتك طرحته، لكن كمان هاخد حاجة من أبونا إبراهيم، وقالها أخونا السيد النمر عن لما إبراهيم خاف ونزل مصر، لما نزل مصر خاف. أنا هاخد دي لأني مرات كتيرة نتائج الخوف بتكون مدمرة. طبعاً ده لو الله سابنا في مخاوفنا، لو الله تركنا في مخاوفنا، نتائج الخوف مدمرة. خلي بالنا من حاجة، إبراهيم لما خاف، لما نزل مصر ولما نزل جرار، قال عن سارة إن هي أخته، كانت النتيجة إن كان ممكن ياخدها فرعون أو ياخدها ملك جرار، وهنا تنتهي قصة ابن الوعد. يعني خوف إبراهيم كان ممكن يدمر لنا فكرة ابن الوعد ده لو الأمور بتمشي طبيعية حسب الجسد، لكن لأن الله هو الذي يدير الأمور ويدير الأحداث، عشان كده لا يتركنا إلى مخاوفنا المدمرة. عشان كده الله ما قالش خلاص بطرس خاف وأنكرني 3 مرات فأنا أسيب بطرس، اخلص من بطرس. لا، الله الرب يسوع المسيح بعد القيامة، وهنشوف الكلام ده في يوحنا 21 إزاي راح مخصوص لبطرس وهو بيديله عتاب. بطرس، مش أنت كنت بتقول لي إن أنا مستعد أموت معاك؟ وعشان كده استخدم الكلمة الأولى أتحبني، اللي هي أجابي، اللي هي معناها هل تحبني حتى الموت،
مش ده كان وعدك يا بطرس؟ وكرر له الكلام. وثالث مره ليه حازم بطرس؟ لانه استخدم كلمه تانية معناها المحبه العاديه. فالله عايز يقول له انت ما وصلتش حتى للحب العادي في الموقف بتاعك. لكن ده كمان كان حاجه من الحاجات المهمه اللي الله بيرجع بطرس تاني لحضنه. وده اللي بيعمل الله معانا رغم مخاوفنا المدمره، لكن الله لا يتركنا في مخاوفنا، لكن دايما بيردنا اليه. التلاميذ والأسباب الحقيقية للمخاوف ده كان طبيعي، لأن التلاميذ كانوا يواجهون السلطة، كانوا يواجهون العادات التقاليد، كانوا يواجهون السلطة الرومانية، كانوا يواجهون التدين، حاجات كتيرة. وعلى فكرة أصعب أنواع الإرهاب هو الإرهاب الديني. إحنا عارفين أن بعد صلب المسيح الكتبة والفريسيين راحوا للسلطات الرومانية وطلبوا منهم ان هم قالوا لهم كده مر بضبط القبر. ليه؟ لان في، خلي بالنا من حاجة، العدو يتذكر كلام الله وأولاد الله نسوه، لأن هو كانوا عارفين أن الرب يسوع المسيح كان بيعلم تلاميذه، وطبعاً عارفين الكتب في العهد القديم عن قيامة الرب يسوع المسيح، فهم عارفين تماماً أن الرب علم تلاميذه أنه في اليوم الثالث يقوم. فقالوا إيه؟ لألا يأتي تلاميذه ليلاً ويسرقوه. طيب العملية دي خلي بالنا من حاجة، التلاميذ الضعفاء الذين شعروا بأن الراعي قد غاب عنهم. وأنا عجبني جدا تعبير أخويا محب لما قال إن الله موجود في المشهد بس إحنا اللي بنغيبه، إحنا اللي عينينا ما بتكونش عليه. أول ما عينينا تبعد عن الله بنكون أضعف من الضعف. فالفكرة نفسها التهمة جاهزة ان التلاميذ اسرقوه، واحنا عارفين ان هم اليهود حاولوا يعملوا كده وجابوا الحراس وقالوا لهم قولوا ان التلاميذ جاءوا ليلى وسرقوه وقالوا كل الكلام ده. فهنا التلاميذ حاولوا يحموا نفسهم، وعلى فكرة ده طبيعي كرد فعل انساني جسدي مش رد فعل روحي. رد الفعل الروحي هنلاقيه بعد يوم الخمسين لما بطرس يواجه كل الرجال الإسرائيليون، وما أنا مش هتكلم عنه ده دلوقتي، لكن هنشوف ويواجه السلطات الرومانية ويواجه التدين ويواجه كل الكلام ده. رد الفعل الطبيعي كمان ممكن نشوفه في يوحنا 9 المولود أعمى لما واجه كل الديانات، رد الفعل الروحي أو كل الإرهاب الديني. فأقصى أنواع الإرهاب على فكرة الإرهاب الديني، فكان التلاميذ بيواجهوا هذا النوع من الإرهاب. عشان كده بنلاقي أن التلاميذ عند الصليب معظمهم مش موجود، بنلاقي أن التلاميذ بعد القيامة، خلي بالنا مع بعض لو إحنا نفكر بتفكير منطقي، والتلاميذ دول اتعلموا في احسن مدرسه، مدرسه الرب يسوع المسيح، والتلاميذ حافظين كلام الله، والتلاميذ والتلاميذ كان المفروض يوم الحد يعملوا يا قسيس يا اخويا سيد النمر او اخويا محب، المفروض يعملوا ايه؟ يروحوا يوم الحد يحتفلوا بالمسيح المقام. لكن احنا شفنا اول حاجه العادات اجبرت النساء انهم يروحوا بيعملوا ايه؟ حاملات الحنوط. طب الحنوط هنعمل بيها ايه؟ مش هنحط على جسد المقام، هنحط على جسد الميت. عشان كده قال لهم في لوقا 24 لماذا تطلبنا الحي بين الاموات، لانهم هم جايين يطلبوا الحي بين الاموات. فهنا اول حاجه مش بس الخوف، كمان العادات والتقاليد، عادات وتقاليد كتيره بتخلينا نلجأ لغير الله، نلجأ لغير الله. وأكتر من يعني عارفين القصة بتاعت نازفة الدم لما
الكتاب بيذكر عنها ان راحت لكل الناس، جربت كل الوسائل، ويقول ولم تنتفع شيئا. فهنا العادات والتقاليد لما تبعدنا عن الله وعن كلام الله، بدل ما نروح نحتفل بالمسيح المقام المنتصر بنطلب الحي بين الأموات. وأنا عايز أقف شوية عن فكرة نطلب الحي بين الأموات. ما زلنا إلى الآن نساوي بين الحي والميت. لما نطلب طلبات من الأموات ما احنا بنساوي بين الحي والميت. وده بيشكل جزء كبير من تفكير مجتمع غاب عنه الفكر الكتابي. لما اتوسل لاي حد ميت معنى كده سويت بين الحي والميت. وانا عندي واحد قام من الاموات ظافرا منتصرا ناقضا اوجاع الموت، هو الان عن يمين عرش الله، عن يمين عرش الاب، بيعمل ايه؟ بيشفع فينا. هو اللي قال عنه الكتاب لانه يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح. في مؤهلات ان يخليه يكون شفيع لانه بذل نفس. واحنا النهارده بنتكلم عن فكره ازاي المخاوف موت المسيح على الصليب خلى التلاميذ بخوف، لكن هو الذي بذل نفسه فدية لاجل الجميع. لو حد تاني فداني من حق ان اروح اقول له من فضلك اتوسل ليا مع الله، خل جربني من الله لو حد تاني فداني. لكن هنا انا بشوف ان هو الوحيد. لكن العادات والتقاليد خلت النساء يساوينا بيساووا بين الحي والأموات، وكانت النتيجة الخوف اللي خلت تلميذي عمواس يعملوا ايه؟ يهربوا. الخوف جعل تلميذي عمواس يفقد الرجاء. لو احنا شفنا كده لوقا 24 يقول ايه؟ وكنا نرجو أنه هو المزمع أن يفدي إسرائيل. طب إيه اللي حصل؟ ليه ثلاثة أيام في القبر؟ يعني ما جامش؟ صح فيش في 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 مجموعة من النساء راحوا القبر وما لقوش جسده، وقابلوا الملكان وبعد كده قالوا لهم ده هو قام ومش عارف إيه. طب يعني هم بس النساء بس اللي شافوا والكلام ده؟ لا لا لا، كمان التلاميذ راحوا تأكدوا من الخبر. طب عايز إيه يا عم الحاج؟ يقول لك ايه يعني لما كان معاهم المسيح، انا عجبني التعبير ده، يقول امسكت اعينهما. العادات والخوف بتعمى عينينا عن رؤية الحقيقة، فبنساوي بين الحي والميت. فبدل من ان نضع اعيننا على الحي ونطلب من الحي ونبتهج ونحتفل بانتصارنا بالحي، بندور على موات، ودي كارثة كبيرة جدا جدا. واحدة من الحاجات اخويا محب، اخويا مش عارف، انا اقول لك النمر ولا اقول لك سيد على طول؟ خليك النمر وخلاص. انا اذا قبلت ده مني يبقى كويس، او اقول لك سيد لكن خليك النمر. انت انا بس مش عايز اقول اسم تكون انت مش معجب بيه ولا حاجة. فواحدة من الحاجات لما موسى قارن بين قوته وقوة فرعون، قال له أنا مين؟ من أنا حتى أذهب إلى فرعون؟ ما أنت يا موسى غيبت الله من المشهد، ما هو اللي بعتك اللي أرسلك إلى فرعون قال لك إني أكون معك. وهو ماشي معاهم في الطريق وعندهم الأدلة. خلي بالنا من حاجة، تلميذي عمواس دول حكاية يعني، عندهم كل الأدلة اللي تؤكد قيامة المسيح، والمسيح أكد لهم من الكتب، لكن ما عرفوش المسيح. وده خطورة الخوف، خطورة العادات والتقاليد اللي بتخلينا نساوي بين الحي والميت. الحاجة اللي بعد كده بس أنا مش هتكلم فيها دلوقتي، خطورة الشكوك نفسه، الشك. لأن التلاميذ بعضهم شكوا، لكن بنشكر الله، الله مش بيتركنا، الله فضل مع تلميذي عمواس لغاية ما يقول وعرفاه عند كسر الخبز.
وأصبح لي شركة معاهم. إحنا يا جماعة بنؤمن بإله مش بيتربص لنا بالخطأ ولا بينصب لنا شبكة عشان نقع في الخطأ. إحنا بنؤمن بإله لما بنغلط هو بينتظر رجوعنا وبيقول ارجعوا إلي. بصلي من كل قلب إن الله الرب يسوع المقام يحررنا من المخاوف، يحررنا من العادات، يحررنا من الشكوك عشان نؤمن به. وأنا دي صلاتي لكل واحد بيشوفنا النهاردة. بشكرك أخويا محب، بشكرك أخويا النمش، الرب يباركك ويستخدم كل كلمة لمجده. أمين. شكرا يا أسيس. نخش على الإعلانات بقى يا أخوانا. أنا من مدة ما اتكلمتش ولا في حاجتين عايز أقولهم. بيقول لك أول حاجة، أقول لك التكبيس، ما عرفش دي ده يعني ده جزء مهم بيبقى في التيك توك إنك تشتغل مكبساتي. فأخبار التكبيس عندكم إيه؟ يعني أنا ما عرفش، في ناس بيكون عندهم جهازين يقعد يعمل كده في الجهاز اللي هو ماسكه وجهاز بيتكلم منه، أنا ما عنديش غير حتة بتاع اللي قدامني ده، فلو كبست هيقع. لو كبست الجهاز بتاع اللي أنا مثبته ده مش هعرف، مش هتلوني بعد كده طبعا، هتستريحوا مني مش مهم. المهم، فأنا عايزك كمؤمن منك له تكبس. أنا مش عارف الرقم كام اللي قدامني ده، شكله 30 صح؟ 30. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض يا شباب، يعني نص الحلقه خلصت وعليكم النص الثاني. قال لك ال30 لازم تبقى 100، ما اعرفش ازاي، بس يلا شد حيلكم يا شباب، شد حيلكم ادوها تكبيس بقى. تاخدوا حسنات. خش بقى في الموضوع الثاني اللي هو الاعلانات اللي نازله قدامنا على القناه دلوقتي. بس في حاجه عايز اتكلم عليها قبل ما اتكلم على الاعلانات اللي قدامنا. طبعا مش كل الناس متاح ليها انها يكون عندها التيك توك، ولا كل الناس متاح ليها ان يكون عندها فيسبوك. يعني الى وقت قريب لم يكن عندي فيسبوك، ولما اصبح عندي فيسبوك ما بشوفوش، مليان فيه. فقولوا لي الخدمه بتاعتي التيك توك برضه ما كانش هيكون عندي ولا كان هيكون ليا فيه برضه. فاللي انا عايز اقول عليه انه انت يلي عندك التيك توك، يلي عندك الفيسبوك، يلي عندك اللي مش عارف ايه اي حاجه، انت يلي عندك الكلام ده، في ناس اصدقائك، في ناس احبائك يمكن عندهم قنوات تلفزيونيه، ويمكن عندهم امكانيه ان هم يتفرجوا على القنوات، يشوفوا القنوات. فمن ضمن القنوات اللي موجوده عندنا على في الهواء المحيط بينا هي قناه الارميه. فيا ريت اخوانا تشجعوا معارفكم واصدقائكم اللي ما عندهمش الامكانيات يتعاملوا مع التيك توك او ما يعرفوش فيه، يا ريتهم يتابعونا من خلال قنوات الاراميه الفضائيه العربيه. في طبعا لغات كتير، ففي منها قنوات عربيه. فارجو انكم تشجعوا وتقولوا للناس، تكونوا انتم دعايه واعلان لاصدقائكم ومعارفكم عشان يتابعوا الخدمه بتاعت الاراميه من خلال القنوات العربيه. الحاجه الثانيه، بعد شوية إن شاء الله هيكون عندنا في على الساعة 3، يعني بقى من دلوقتي، يعني تقريبا بعد ساعة، بعد ساعة، بعد ساعتين من دلوقتي هيكون عندنا الحلقة اللي بعنوانها أنت تسأل والقبر الفارغ يجيب وأدلة الزهورات. شرب عشنا هيكون يوم الاثنين الجاي. في عندنا كمان برامج تانية، الحوار العقلاني، في الأخطاء التاريخية في القرآن. هل القرآن فيه أخطاء تاريخية؟ حدث ولا حرج. هتكون الساعة 3 بتوقيت شرق أمريكا. البرنامج خدعوك فقالوا إنه محمد أشرف الخلق. بجد؟ طب إيه دلالات الشرف دي؟ ده هنتعرف عليها وشوفها من خلال البرنامج محمد أشرف الخلق. هيكون يوم الثلاث والساعة 12 ظهرا، زي المعاد اللي بدينا فيه النهاردة. بعد كده البرنامج الروحي اللي هو بعنوان الفطير والفصح. ياريت كلنا نكون موجودين عشان مش بس، يعني أنا عايزكم تركزوا في تتعلموا الحاجات الروحية. فده برنامج روحي. أنا دايما بلاقي فيه زحمة كده في البرامج اللي هي بتتكلم على مقارنة أديان وحاجات زي كده. لا، اتعلم تكون قدام التلفزيون، تعلم تكون قدام التيك توك عشان تتبنى روحية. فالبرنامج ده من ضمن الحاجات الروحية الجميلة اللي بتقدمها القناة، تبنيك روحيا وتعرفك إيه أو إيه هو الفطير والفصح، إيه العلاقة بينهم. الحلقة اللي بعد كده هتكون بعنوان الأنبياء بين العصمة والفساد. يمكن أنا من شوية ما كنتش أعرف العنوان ده، لكن من شوية أشارت للحكاية دي. هل الأنبياء اللي دونت حياتهم في الكتاب المقدس، اللي دونت أخطائهم في الكتاب المقدس،
بنعتبرهم انهم معصومين من الخطا. في ناس قالوا كده، قالوا النبي معصوم بجد، نبي معصوم، وبناء عليه لوط اللي عمله لوط مع بناته يبقى ده معصوم، يبقى ده رباني، يبقى ده اللي عمله رباني، يبقى انتوا ربكم اي كلام ويبقى نبيكم اي كلام، وعملوا من لوط نبي وحكايه وروايه. فهل الانبياء معصومين بجد؟ فالانبياء بين العصمه والفساد. هتكون الاربع يوم 10 ابريل ان شاء الله بالساعه 3 بتوقيت شرق امريكا. عندنا هل الانبياء معصومين؟ ايه ده، انتوا هتعملوا حلقتين بشكلها كده، حلقتين الخميس هيكون الساعه 3 مساء بتوقيت شرق. هم دول برنامجين مختلفين اخ محب، بس عجيبه يا اخي كلهم بيتكلموا في العصمه. انا مش عارف، انا اللي اتكلم عن برنامج اليوم الاربع، احنا كنا اخترنا العنوان ده، وبعد كده انا حتى امبارح وانا بعلن عن الموضوع اللي جيت العنوانين مقاربين لبعض، لكن اكيد كويس اكيد ده شيء رائع، اكيد الرب هيستخدم حاجات كتيره. وبعدين هو موضوع طويل يعني، الانبياء الانبياء كتار والعصمه كتيره والفساد اكتر. طيب خش في الموضوع اللي بعد كده ان شاء الله. وعشنا هيكون رمضان وعيد الفطر. رمضان مش جانا بقى، رمضان راح وعيد الفطر جاي، وكسوف القمر وخسوف الشمس والكلام ده جاي في عيد رمضان. ما اعرفش، كنت بتابع احدى القنوات فكانوا بيتكلموا في الموضوع ده، ايه العلاقه بين رمضان، نهايه رمضان والكسوف والخسوف. ما اعرفش الاخوه يتكلموا في الموضوع ده لا، بس تعالوا بين الشريعه والنعمه وشوف رمضان وعيد الفطر يوم الجمعه الساعه 12 ابريل. حكايتي مع المسيح، مش عارف مين اللي هيحكي لنا الحكايه، بس المرأة وأحكام القرآن، حد هيكلمنا أو يحكي لنا حكايته مع المسيح. فأهلا وسهلا بكم يوم الجمعة 12 أبريل الساعة 12 دور، تشرفونا وتسمعوا معنا الحكاية. في نظريات بقى، نظريات يوم السبت 13 أبريل، السبت ده هيكون اللي هو السبت الجاي يعني، هيكون نظريات حول القيامة. يعني هو قام بجد ولا مش بجد، والنظرية دي بتقول إيه، والنظرية دي بتقول إيه، والنظرية دي بتقول إيه. تتعرف عليه من خلال الحلقة دي اللي هتكون السبت الجاي 13 أبريل إن شاء الله. وعشنا قناة العربية الأرامية الأولى والثانية، هتكون هي شغالة دلوقتي، بيقول لك على البث المباشر حاليا. فأهلا وسهلا بكم، بخاطب الجمهور اللي موجودين دائما القنوات، تابعونا دائما، ربنا يبارككم ويستخدمكم، وكل سنة وانتم طيبين. بعد كده في حاجة تانية إن شاء الله شباب، يلا إعلان تاني. أيوة ده كده، أنا بيت الإعلان دلوقتي. طيب أخ محب، أنا عندي إعلان أخ محب، ممكن تسمح لي أن 30 ثانية فقط، 30 ثانية فقط أرجوك، أشكرك. اللي أريد أقوله أنه بس أركز على هذا الإعلان أو هذا السلايد الموجود أمامنا، أوكي، أنه المشاهد نريد أن يعرف أن أكو عندنا ليست قناة أرامية واحدة باللغة العربية، وإنما قناتين مختلفتين باللغة العربية. مثل ما جاي تشوف الأعلى هي اسمها Middle East Channel، قناة Middle East Channel، والثانية هي القناة الأولى اللي هي ABN SAT العادية العامة. فاللي أريد أقوله أنه يعني لما يشوف هذا السلايد بأي مكان، ممكن أن يضغط على الأولى أو ممكن أن يضغط على الثانية ويشاهدنا. في نفس الوقت أكو لينكات، اللينك مال كل واحدة أو الرابط لكل قناة يعني تقريبا، لا تقريبا الصوت عندك قفل يا، انخلي هذه الروابط سوي كوبي اند بيست، انخلي هذه الروابط. الصوت قافل تاني يا دكتور باسم. الصوت عندك اخ محمد هو نزل. شفت بقى اللي شفت بقى، يعني الحرب شديده على القناه، فلدرجه انه الاعلان اللي كنا عايزين نسمعه من الدكتور باسم يعني ان شاء الله يرجع مره تانية معنا ويكون ويكمل معنا الاعلان. طيب انا من خلال الكلام اللي قاله اخونا الاسيس ثابت من شويه، اتكلم عن ماذا يفعل الصديق لو انقلبت الأعمدة. ده خلاصة الكلام بتاعه، ماذا يفعل الصديق لو انقلبت الأعمدة، الأبيض بقى أسود والأسود بقى أبيض، الحي بقى ميت والميت بقى حي. دي لازم نعترف بيها، لازم نعترف بيها. الحي اللي بيشفع فينا كل حين
قلنا له لا انت شفاعتك بنسميها شفاعه كفاريه. طب والتوسل؟ لا لا ده احنا قسمنا شفاعات، شفاعه كفاريه وشفاعه توسليه، وانت ليك في دي وما ليكش في دي، ونروح للعظام نتكلم معاها، وهي العظام دي اللي بنظبطها كل سنه بنعمل لها دورات ولفات وبتاع، هم دول اللي هيتكلموا عن عنا قدام الله. الاصل الله ربي لا انا مش اله، مش اله اموات ولا احياء. طب والحي في كل حين اللي يشفع فينا؟ اذا بتدور يا عم على انسان زي ما سمعنا في الايه الكريمه اللي ربنا اداها لاخونا الاسيس ثابت وهو بيتكلم شويه ذكروا بيها، الانسان يسوع يوجد اله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الانسان يسوع المسيح بجد هو لو انت بتدور على انسان موجود، هو برضو ده موجود وحي، حي بجد وقام من بين الاموات بجد. والتلاميذ بعد ما كانوا بيعيشوا حاله الخوف والرعب، لما 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 تقابل معاهم الحي وظهر ليهم 40 يوم، يمكن في بدايه الظهرات زي ما نشوف كده في انجيل يوحنا، عايز اخليك تشوف النص ده معايا في انجيل يوحنا قبل ما اخونا الحبيب شكري يتكلم معانا، اسمع كده ايه اللي حصل. ولما كانت عشية ذلك اليوم وهو اول الاسبوع، وكانت الابواب مغلقه مغلقه، يمكن اخونا هشام يكلمنا عن مغلقه دي، ايه الفرق بين مغلقه ومغلقه، حيث كانت التلاميذ مجتمعين لسبب الخوف من اليهود، جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام لكم. وبعدين لما قال هذا أرام يديه وجنبه، ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب، فقال لهم يسوع أيضا سلام لكم. خلي بالك من الكلام اللي جاي، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. يا مؤمن يا مسيحي يا بتاع كنيسة يلي شال صلبان على صدرك وعلى كتفك وعلى رأسك وعلى بيتك وعلى دكانك، هل أنت مرسل بجد؟ بجد هل أنت مرسل؟ هل أنت يعني ينطبق عليك هذا القول؟ ولا احنا خدنا من التلاميذ الأوائل خدنا منهم شوية حاجات وما خدناش حاجات؟ امبارح كنت بتكلم في الموضوع ده بس مش عايز أقول الكلام ده تاني. خدنا منهم شوية أشكال كده، خدنا منهم شوية كلمات، خدنا منهم شوية ألحان، خدنا منهم شوية ممارسات. طب ونيجي عند الحاجة المهمة اللي هي ان احنا نكون كارزين، لا مفيش، ما خدناهاش. فيطلع لنا حد من في 2019 ناخد اللي قبل منه 2018، يطلع لنا حد يقول لك ان الكرازة دي حاجة كانت ايام الرسل وانتهت، حاجة قديمة يعني، شوية قال لك شوية كده، شوية من الرسل يعني، شوية سميناهم رسل، هم دول كان موضوعهم الكرازة والتبشير. طب حضرتك دورك ايه؟ لا احنا دورنا ان احنا نقاوم الهرطقات بجد. الكنيسه من بعد الرسل لغايه النهارده دورها تقاوم الهرطقات. مفيش كرازه، لا مفيش كرازه، مفيش تبشير. نقاوم التبشير، ما هي بالظبط كده. طيب واحد تاني في 2019 بعد منه بسنه جه قال ايه يا جماعه، مفيش داعي ان احنا نكلم الناس، نبشر، نكرز للناس الموجودين في المغرب. انا قلت المغرب بالذات لانكم هتفتكروا مين الشخصيه دي. فالشخصيات الكبيره قوي 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 دي النهارده قلبت الاعمده، بدل ما تكون الكنيسه كارزه اصبحت الكنيسه بتقول لكم دينكم ولي دين. الرب يسوع بيقول للتلاميذ ايه؟ سلام لكم كما ارسلني الاب ارسلكم انا. وبعدين قال لهم اقبلوا الروح القدس. احنا بقى ناخد الحته اللي تحت بعد اللي بعد كده شغالين بيها قوي قوي. من غفرتم خطايا تغفر له ومن امسكتم خطايا امسكه. طب حضرتك اللي انت عايز ناوي تغفر له خطايا ده، كلمته عن من غفر الخطايا؟ كلمته عن من دفع حياته عشان يغفر الخطايا؟ ولا انت خدت الصلاحيات وسبت اهم حاجه انك تتكلم مع الناس، انك تكرز القلبة الاعمده؟ بنكلم الاموات وكانهم احياء ونحكي معاهم ونعمل لهم شويه حاجات كده وحاجات كده وننزل نزور ليهم وبتاعوا والحي الحقيقي ما ملناش علاقه بيه، سميناه السيد المسيح بدل من الرب يسوع المسيح، سميناه السيد المسيح. واصبح هناك اسياد كثيره جدا، السيد والسيد والسيده والسيده، اسياد كثير انقلبت الاعمده. حبايبي خلينا نشوف مع اخونا الحبيب اخ هشام التغيير اللي حصل في حياه التلاميذ
من ناس خايفة، خايفة تبان، خايفة تتكلم، بتقول يا أرض انشق وبلعيني، لناس قدموا حياتهم وحياتهم ما بقتش غالية، وبقى يقولوا مع الرسول بولس إنه إن عشنا فللرب نعيش، إن متنا فللرب نموت، إن عشنا أو إن متنا فللرب نحن. هنا هشام، إيه اللي غير التلاميذ من حالة الخوف وتغليق الأبواب إلى حالة ناس بتشهد وتتكلم ولا تخاف؟ تفضل. أمين أمين، ربنا يباركك أخونا الحبيب محب وأسسنا ثابت، وأشكر رب من أجل إتاحة الفرصة أن احنا نشهد لإسم المسيح العظيم. لكن قبل مداخلتي ديت يا أخواتنا المباركين، أنا حابب أن أنا أشكر يعني قناة الأرامية لإتاحة الفرصة، وبشكر المجهود الجبار والدعم والفكر والرؤية أن يكون في أكثر من قناة باللغة العربية. تخيلوا يا أخواتنا الغاليين أن على إدارة القناة، على قلبها أن يكون في أكثر من قناة، يعني بيكثفوا الخدمة من أجل الناطقين باللغة العربية في جميع أنحاء العالم. وده شيء يعني جميل قوي، لأن ده طاعة لدعوة الرب نفسه أن اذهبوا وكرزوا للخليقة كلها، وأن اللي أنت ما بتقدرش توصله برجليك أنك أنت تمشي برجليك للأماكن، الرب وضع آليات جديدة، فالآليات دي محتاجة أنك أنت تدعمها. كونك أن أنت تدعم خدمة ربنا لقناة الأرامية، أو زي ما الرب يحط على قلبك قناة الأرامية أو غير قناة الأرامية، ادعم ادعم خدمة ربنا. لكن قناة الأرامية احنا شايفين دي قناة غير ربحية، مش بتقدم إعلانات ولا بتقدم أي ميديا علشان تستفاد منها ماديا، لكن انت تقدر انك انت تدعم القناة ولو بعشرة دولار، خمسة دولار، عشرين دولار، زي الرب ما يحط على قلبك. اتعهد كده وشوف البركة اللي هتيجي لحياتك، لانك انت قررت انك انت تسلك زي الكنيسة الأولى لما كانوا بيطلعوا من احتياجهم ومن إمكانياتهم المادية علشان يدعموا الإرسالية والخدمة المسيحية. لذلك الكنيسة اللي بتدعم والكنيسة الواحدة اللي على قلبها إن البشارة توصل، دي بتكون البشارة قوية. ليه؟ لأن وراها قلوب مؤمنة بإن ده هيكون له ثمر وهيكون ليه صدى وفاعلية في عالم الروح، إن النفوس تخلص وتعرف رب المجد يسوع المسيح. ما تضيعش الفرصة عليك، هتتبارك، هتتبارك ببركة غير عادية لما انك انت تدعم. وما حدش بيقولك انت يعني تدعم او ما تدعمش، لكن انا بقولك ادعم بمحبة وشوف التعويض الالهي اللي هيجيلك. لو انك انت طعت الدعوة فانت اللي هتتبارك، ولو انك انت ما قطعتش انت هتحرم نفسك من البركة. فالاولى ان انت تستمتع ببركة العطاء، لان الرب قال كده اعطوا تعطوا كيلا ملبدا مهزوزا يعطى في أحضانكم. فالعطاء ده شيء جميل جدا جدا، ان احنا ندعم خدمة ربنا، لان طبعا دي تكاليف عالية جدا جدا، والرب وحده يعلم هي ازاي فعلا. انا عن نفسي معرفش بتتسدد ازاي، لكن الهنا مجيد، فكون انت شريك في هذا العمل ولو بجزء بسيط، ولو بفلسين المرأة، الرب مش هيحتقرهم، عارف اتجاه قلبك لو انت بتديهم، خاصة لو انت بتديهم من احتياجك. أمين، ربنا يبارككم. سؤالك أخونا محب تاني، معلش عشان أنا يمكن استرسلت شوية في الدعوة دي. لا، ارفع الميوت يا أخ محب، الميوت، أنت عامل ميوت حبيبي، ما انت معلمتنيش يعني. المفروض تقول لي وانت بتقول لي اتكلم، قول لي السؤال تاني يا اخ محب، تقول لي شيل الميوت يا اخ محب وبعدين اتكلم. فانا يعني طيب. بص يا غالي، السؤال هو كان التحول اللي حصل في حياة التلاميذ من شخصيات، العمود عندهم كان بيقول ايه؟ العمود كان عندهم بيقول ايه؟ لكم دينكم ولي دين. ده العمود. قال له لا، بوفقا لوصيه الرب يسوع المسيح، ان اذا كما ارسلني الاب ارسلكم. التحول ده قلبت العمود من ناس خايفه وفي حالها ومغلقه الابواب الى ناس بتتكلم، ايه اسبابه؟ ايوه ايوه ايوه، سؤال جميل جدا اخونا الحبيب محب. طبعا يا اخواتنا الغاليين، نشوف ان الهنا
دايما بيستخدم زي ما قال الرسول بولس في رسالة كورنثوس الإصحاح الأول عدد 28، اختار الله أبنياء العالم وغير الموجود ليبطل الموجود. الرب ما استخدمش جيوش جرارة ولا استخدم ناس عندهم نفوذ سياسي أو وضع اجتماعي حميد علشان يأتمنهم على رسالته ودعوته في تغيير الناس، وإن الناس نفسهم اللي هم استخدمهم ناس فقراء وبسطاء. يعني الرب استخدم المصدرة، استخدم طبقة كادحة مهمشة لا قيمة لها في المجتمع. ليه يا رب انت اخترت ده؟ لأني أنا أحب إن أنا أبطل كل النظريات، أبطل كل النظريات. وده اللي قال عليه نابليون بونابرت. نابليون بونابرت لما حصلت ضده ثورة واتقبض عليه واتحط في السجن في جزيرة القديسة سانت هيليانا، نجد ان نابليون بونابرت بيتكلم على شخص المسيح العجيب بيقول كده: وكلما زاد اقترابي منه، لان هو كان في السجن في الاعتقال كان دايما الانجيل ده ما كانش بيفارق ايده من جمال وروعه الانجيل والنور الباهي وشخصيه المسيح الفذه الفريده، لدرجه ان صديقه مونتلون يقول له: انت ازاي يعني كامبراطور وراجل حكيم وراجل يعني ادركت كل الثقافات وكل الاشياء ديت، وانك انت يعني تمشي وراء انسان اسمه يسوع، يعني انت ازاي ترفعه لدرجه الالوهيه؟ المهم بيقول كده نابليون بونابرت: ولكلما زاد اقترابي منه ولكلما فحصت عنه كلما وجدته اعلى مني ويبقى عليا. فالرب يسوع المسيح عالي في افكاره. لما تيجي ويا اي واحد يقول لك: وايه يعني؟ ما المسيح استخدم طبقه سياسيه، استخدم طبقه اجتماعيه، ائتمن الملوك، اصل المسيح درب تلاميذه على الحروب وازاي ان هم يقودوا المعارك، فعشان كده كان معتمد عليهم. وبيحصل ان مثلا اسكندر الاكبر استطاع ان هو يسيطر على العالم عشان كان وراه جيش جرار، استطاع يوليوس قيصر ان هو يفتح بلاد كتيرة عشان هو وراه جيش جرار، استطاع نابليون بونابرت والناس دي كلها ان يتحقق وراها جيوش جرارة وراها كاريزما عالية كانوا بيلهبوا قلوب الناس. لكن الرب يسوع المسيح كان عنده ناس ايه؟ وضعهم ايه؟ حالتهم الاجتماعية ايه؟ صفر خالص، ناس عميين، ناس بسطاء. ليه يا رب؟ لاني انا اله الكون اللي اقدر اتحكم في كل شيء ومش بستخدم مقاييسك البشريه. ايه اللي قلب حياه التلاميذ كده؟ المسحه والحضور الالهي في الناس البسطاء. وده ياخدنا ويذكرنا بداود النبي في العهد القديم. داود النبي ده كان شاب يعني صبي صغير كده في بيت ابوه يسى بيت لحمي، ولما صموئيل راح عشان يختار من اولاد يسى فكان منظرهم ضخم وكبير، الرب قال له: لا، فيه لسه شخص تجيبه وتمسحه. فجاب داود هو أصغر أبناء يسى ومسحه. فالمسحة الإلهية، الحضور الإلهي، لما أنت الرب يملك عليك وأنت تديله فرصة أن هو يملك على حياتك، المسحة الإلهية هي اللي عطت القدرة أن هم يجاهروا. عشان كده في سفر أعمال الرسل يقولوا كده: يا رب ادينا قوة واجري آيات وعجائب باسم فتاك القدوس يسوع، وامنح عبيدك أن يتكلموا بكلامك بكل مجاهرة. ليه؟ في ملء بالروح القدس. دايما قول له: يا رب أول حاجة قول له: أنا إنسان خاطئ اقبلني. لو أنت بتحب اسم المسيح ونفسك أن الرسالة المسيحية توصل لكل إنسان وإنت جواك العجز وما تقابلتش مع المسيح، أول حاجة لابد أن أنت تتقابل مع شخص المسيح المحب علشان يغير حياتك. الخطوة الثانية ان انت تقول له: املاني بالروح وغيرني عشان اكون على صورتك، وتعمل انت فيه. ممكن تعمل ميوت اي بي ان. شكرا لحضرتك. فعلشان كده نجد ان شعب كامل كان خايف من جليات. شعب كامل كان خايف من جليات. لما نروح لسفر صموئيل الاول اصحاح 17 ويقول كده عن جليات الفلسطيني اللي كان شكله كبير، لان الانسان وهو في الجسد مش بيشوف عالم الروح، بيشوف المقارنات، بيبدا بالعين المجرده ايمانه يتزعزع، يقول لك: لا ده اقوى، لا ده اعظم، انا ما اقدرش،
أمام التحديات، أمام الكراسة. ما فيش كراسة ناجحة بقوة الجسد أو بالحكمة الإنسانية، بل ببرهان روح الله القدوس الساكن فيك. عشان كده جليات لما عير الشعب وكان طوله 6 أمتار، واللي كان طوله قد إيه، كان طوله كان راجل طويل يعني، وكان راجل كان ضخم جدا، يقول في عدد 10 وقال الفلسطيني أنا عيرت صفوف إسرائيل هذا اليوم، أعطوني رجلا فنتحارب معا. ولما سمع شاول أي الملك يعني ملك إسرائيل وجميع إسرائيل كلام الفلسطيني هذا ارتاعوا وخافوا جدا. إيه، مفيش مسحة، مفيش حضور إلهي. أنا بشجعك النهاردة في وسط كنيسة فترة، في وسط كنيسة مطفية، في وسط كنيسة ضعيفة، الرب بيدعوك أن أنت تكون زي داود، عليك المسحة وممتلئ بالروح القدس، تهزم أجناد الشر الروحية في السماويات، عشان أنت فيك المسحة، لأن محاربتنا ليست مع لحم ودم، بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات. أوعى تقول أصل الكنيسة ضعيفة أنا هعمل إيه، ما أنت صحيح ما تقدرش تعمل حاجة، لكن من خلال الرب يسوع المسيح بروح القدس الساكن فيك أطلب أن هو يغيرك ويملك عليك ويستخدمك. في الحالة دي هتكون بطل زي داود. نجد كمان شاول الملك ما كانش مؤيد، لأن فكرة أن داود زي ما أخونا الحبيب محب بيقولك أصل فيه راجل في الكنيسة بيقول ما فيش احتياج يعني أن احنا نبشر ونتكلم. طب ما هو ما شفنا برضو نفس الكلام، شاول قال ما فيش احتياج يا داود أن أنت تروح تحارب جليات، قال له كده في نفس الإصحاح في عدد 33، فقال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه. طب يعني لما ما يحاربوش وما يهزمهوش، طب ما إيه، ما هيفضل هذا الشعب في مزلة، هيفضل هذا الشعب في مزلة. لكن الرب وضع فيك المسحة عشان أنت المسيح يقودك بقوة حضوره لكي تنتصر، ويقودك في موكب نصرته كل حين، ويقول لك كل آلة صورت ضدك لا تنجح. شفنا ان الملء والمسحة الإلهية طردت الخوف الى خارج، لان محبة الله بتنسكب في داخل الانسان اللي هو مؤمن ومسلم للرب يسوع المسيح، لا بيخاف من موت ولا بيخاف لا من عذاب ولا بيخاف من اي خطر جاي عليه. فعشان كده بيقول له شاول، بيقول له يا ابني، قال شاول لداود لا تستطيع أن تذهب إلى هذا الفلسطيني لتحاربه لأنك غلام وهو رجل حرب منذ صباه. أوعك أنت تقبل زي شاول تمنع الآخرين عن الكرازة أو عن الخدمة. شجع صغار النفوس، قول للناس أنت قوي بالرب يسوع المسيح، أنت تستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني ويقويك. ادعم هواتك، شجعهم، خليك إيجابي، شجع صغار النفوس. نجد ان داود في الاصحاح نفسه يقول للفلسطيني كده، عشان هو الوحيد اللي كان فيه المسح، يمكن انت الوحيد اللي مؤمن في كنيستك او في بيتك او في الجماعه في الاريا اللي انت ساكن فيها، روح كده وتشجع، قول له رب املاني بروحك، وان كنت انا لوحدي. ليه كان مفكر نفسه لوحده؟ داود كان مفكر نفسه لوحده، لكن نشوف في الموقف ده فعلا داود كان لوحده، لكن كان مع مين؟ كان مع الرب. جعلت الرب أمامي لأنه عن يميني فلا أتزعزع، الرب قوتي وصخرتي، أيضا استرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي، عصاك وعكازك. العصا والعكاز هم إيه؟ رمز يعزياني تعزية الروح القدس. ينبغي أن أذهب لأنه إن لم أذهب لا يأتيكم المعزي، المعزي روح الحق اللي هيملاكم ويفرحكم ويعلمكم ويشجعكم ويعزيكم ويملاكم ويضع فيكم المواهب. انت اخويا اللي بتسمعني، لو كنت خائر، لو كنت بعدت فترة عن المسيح لكل ارجع من كل قلبك، ارجع كده زي داود وشوف الحالة الروحية، عضد خواتك، شجع خواتك بانك انت تتوب وتحرض الاخرين على التوبة. فنقول هنا شوف داود عمل ايه. فقال داود للفلسطيني، ليه قال كده؟ عشان ده شخص مختبر الرب، شخص مختبر الرب، بيقول انت تأتي الي بسيف ورمح وبترس، وانا آتي اليك باسم رب الجنود اله صفوف اسرائيل الذين عيرتهم. ها
هذا اليوم يحبسك الرب في يدي فأقتلك وأقطع رأسك وأعطي جثث جيش الفلسطينيين هذا اليوم لطيور السماء وحيوانات الأرض فتعلم كل الأرض أنه يوجد إله لإسرائيل. وإن كان إحنا في العهد الجديد الحرب هي مش حرب مع دم ولحم ولا مع جيوش أرضية، لكن إحنا حربنا كمؤمنين مع أجناد الشر الروحية في السماويات، فأنت مدعو إنك أنت تحرر النفوس وتنتصر وتطلق النفوس أحرار من إيد إبليس من خلال صلاتك، من خلال كراستك، من خلال أمانتك، من خلال الرب اللي بيشهد جواك، وبالتالي أنت كراستك هتكون قوية وتعيش للرب زي ما الكنيسة الأولى كان بيملك عليها الحب وروح الله القدوس. فعشان كده اتحولت الكنيسة من الضعف للقوة، وشفناهم ناس لا قيمة لهم ولا مقام، مصدرة وغير موجود. نجد ان الرب استخدم هذا المصدرة وغير الموجود ده يرد على السؤال اللي يقولك انت المسيحية كلها عنف والحروب. امتى امتى الحروب الصليبية دي كانت؟ امتى الهنود الحمر في امريكا دول كانوا؟ امتى احنا عندنا اربع قرون، القرن الأول أول 100 سنة و200 سنة و300 سنة و400 سنة مسيحية بذلت من الدماء ومن التضحيات. كل دول حطوا حياتهم رهن إشارة المسيح اللي سكن جواهم وفداهم وحبهم. وإنت المسيح ساكن جواك، تعال للرب من كل قلبك وقول له يا رب استخدمني عشان حياتي تكون بركة. كفاية يا رب الأيام اللي عشت فيها للخطية، زي ما عملت في ناس ضعاف وأنا ضعيف، تستطيع يا رب أنك أنت تعمل فيا لأجل مجد اسمك العظيم. أمين. أمين. شكرا يا أخونا الحبيب السيد. حقيقة قلت كلمات يعني لما فكرت فيها لقيتني بقول إيه سبب الضعف اللي في الكنيسة النهاردة. قلت إنه إله الكون كان بيتحكم في كل شيء وهو لازال المتحكم في كل شيء، لكن إحنا قلنا له إيه؟ عن إذنك رايح شوية، انت اديتنا التوكيل رايح انت بقى. انت في كلامك اتكلمت واشرت للتغيير اللي حصل كان سببه قوة الروح القدس واستخدام الروح القدس للتلاميذ. الروح القدس اللي بيحدد، خلي بالك، الروح القدس اللي بيقول للتلاميذ وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، ايوه التلاميذ، قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول للعمل الذي دعوتهما إليه. كنيسة بتصلي، كنيسة بتصوم، كنيسة بتصلي بجد وكنيسة بتصوم بجد. الروح القدس يستخدم الكنيسة دي ويقول ده يروح وده يتحرك وده وانت ما تدخلش الحتة دي وانت ما تتكلمش هنا. ده الروح القدس لما يكون هو اللي بيتحكم في كل شيء، الله المتحكم في كل شيء. النهاردة احنا عملنا ايه بقى؟ الحالة اللي احنا سمعناها في 2019 و 2018، حالة عدم الرغبة في الشهادة، حالة عدم اقفل بقك انت تشهد بسلوكك. انا مشوفش التلاميذ بيشهدوا بسلوكهم، انا شفت التلاميذ بيتكلموا ويحكوا. اقروا اعمال الرسل وتتعرفوا الكنيسة انتشرت ازاي، لا بالسيف ولا بالرمح لكن بروحي قال رب الجنود. ده الروح اللي بيحرك، الروح الحقيقي، الروح اللي مش اللي النهاردة حولناه الى محبوس. روح القدس النهاردة بقى محبوس وبقى محدد، بدل ما هو كان يستخدمنا احنا اللي بنستخدمه، احنا بنقول له ده ينفع تكون فيه وده ما ينفعش تكون فيه. ده بنجهزه، او الصوره دي بنجهزها، او الايقونه دي بنجهزها، او الحجر ده بنجهزه عشان انت تسكن فيه. واصبح روح القدس النهارده احنا بنتحكم فيه وسكنه في حجاره، عشان كده ما فيه مش شغال ومش هيشتغل، لان احنا اللي اتحكمنا فيه. مسيحيه او المسحه اللي هي ادت القدرة للتلاميذ على المجاهرة وبدأ يتكلموا بكلام الرب بكل مجاهرة. القيامة كان لها دور في تغيير حياة التلاميذ من الخوف للشهادة، من الخوف للكرازة. القيامة وروح القدس كان ليهم دور انه يستخدم الناس دولة ويكون ليهم تأثير فعال في العالم قبل ما تطلع لنا الحروب الصليبية والبدع والهرطقات اللي بسببها قامت الحروب الصليبية. يعني الحروب الصليبية دي ما قامتش كلها، ده قامت بسبب بدع وهرطقات وقفوا عمل روح الله القدوس وبدأ يدوروا على حاجات يقدسوها.
بقت في اراضي مقدسه وبقت في قبور مقدسه وبقى في حجاره مقدسه وبقى في نور مقدس وبقى في سقف مقدس، وفين الروح القدس؟ ما عادش له وجود. تشوف الالاف مجتمعين بعد اسبوعين ثلاثه يجتمعوا في حته ما عشان يشوفوا النور المقدس. طب هتبقى في عزه ان شاء الله، هيكون في بطرس هيطلع ويتكلم مع الالاف الموجوده بتنتظر ظهور النور المقدس اللي ما بيظهرش اصلا، اللي بتطلع شويه شموع منوره. الاف موجوده، مين فيهم بيسمع الكرازه؟ مين فيهم بيسمع كلمه الله؟ مين فيهم بيرجع بلده؟ ما اعرفش السنه دي هيكون في حاجه زي كده لا، بسبب الحروب اللي شغاله، لكن قبل كده والسنين اللي قبل كده كان واحد رجع بلده وروح الله تعامل معاه واصبح انسان جديد. زي ما كان يتقال عن الكنيسه الاولى لما كان بطرس يقف ويتكلم يقول لك ان كان الرب يضم الكنيسه كلهم الذين يخلصون. 3000 واحد بسبب عزه واحده يقولها بطرس، 3000 واحد يقبلوا ويعتمدوا وينضموا للكنيسه. النهارده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل احتفالات، بنعمل مناسبات، بنعمل ممارسات، خلاص حولنا كل حاجه، حولنا الحقيقه الى رمز، وخلينا الرمز حقيقه. الاعمده مقلوبه. قول الحبيب قسيس ثابت، كنت انت وقفت عند نقطه التشكيك، فضل حضرتك شاركنا بالنقطه دي. شكرا اخويا محب، وشكرا اخويا النمر. الحقيقة كلام رائع، لكن خليني أتكلم عن حاجة من الحياة، وخاصة أنا هتكلم عن إزاي الله أزال كل العوامل اللي بتمنع الكنيسة عن الكرازة، أو بتمنع المؤمن عن الكرازة. أول حاجة لازم نعرف قبل ما يرسل المسيح، وانت أشرت الكلام ده في يوحنا 20، قبل ما يقول لهم كده كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، قبل الكلام ده بنلاقي أني قبل الإرسالية أن الله أول حاجة لما كانوا خايفين يقول الكتاب أنه جاء يسوع ووقف في الوسط وقال لهم سلام، وأنا يمكن أشرت الموضوع ده، لكن أول حاجة حررهم من الخوف وبدل الخوف بالسلام. السلام مش هيجي لينا، ما هيش هيكون لينا سلام مع الله إلا من خلال عمل المسيح الكفار على الصليب، لأنه بيقول كده فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله من غير صليب المسيح اللي بيه قتل العداوة واللي بيه صلحنا مع الله، مش هيكون لينا السلام. بعد كده الموضوع اللي موجود في يوحنا 20 لما بيقول لهم كما أرسلني الآب أرسلكم أنا، ده موضوع لازم نفكر فيه كويس جدا جدا. نحن مكلفين بأن نقوم بنفس الإرسالية التي أرسلها الآب للمسيح. أو كلام صعب وكلام خطير، بس ده كلام الكتاب. الله أرسل المسيح ليقدم نفسه نيابة عن العالم، عن الجنس البشري، ليبدي الجنس البشري. طب هل أنا مرسل لهذا العمل؟ لا، أنا مش مرسل أن أنا أقدم نفسي، أنا مرسل أن نادي للعالم تصالحوا مع الله، لأن المسيح صنع المصالحة. بس وأنا بعمل كده أنا مستعد أضحي بنفسي، أنا مستعد أموت من أجل الرسالة، وهنشوف كتير من التلاميذ عملوا كده. لكن إيه اللي حولهم للفكرة دي؟ أول حاجة حررهم من العادات والتقاليد، حررهم من المخاوف زي ما قلنا، حررهم من الشكوك. لأن مش بس توما اللي شك، متى 28 بيقول إيه؟ فلما رأوه سجدوا له ولكن بعضهم شكوا. توما شك والمسيح جاله، والله استخدم حتى شكوك توما ليكون واحدة من أقوى براهين القيامة. ليه؟ لأنه ما كانش شبح، كان المسيح الحقيقي اللي هو لحم ودم، وقدر توما يلمسه. واحنا بنشوف طبعا ان في الانجيل بحسب القديس متى 28 بنلاقي فتقدمتها وامسكتها بقدميه، يعني ده مش شبح. فالمسيح هنا ازال كل الشكوك والتلاميذ اقترب منهم. لكن كمان حاجه تانية في متى 28، وقال لهم دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، إذن أنتم تذهبون إلى العالم ليس بسلطانكم ولا بكلماتكم، بل بسلطان المسيح، بسلطان الله وبكلمة الله. على فكرة ده يقودني لبس تعريف صغير لكلمة كارز أخويا محب.
الكلمة اليونانية لكلمة كارز بتعني ثلاث حاجات: الشخص اللي هو بينادي للعالم أو للبلد بقرار جاله الملك، الملك جال قرار، يطلع المنادي ينادي للبلد كلها عشان يعرف القرار، إذن يعرف العالم بقرار الملك أو يعرف المدينة أو المملكة بقرار الملك. المعنى الثاني الشخص اللي عنده بضاعة وبيعلن عنها، ده المعنى اليوناني. المعنى الثالث اللي هو بينادي بالمصالحة، ودول الثلاث معاني بينطبقوا علينا كمسيحيين في الكرازة. أول حاجة نحن نعلن قرار الملك، قرار الملك هو أنه يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ولا نقدر نزود على كلام الملك اللي هو الكلام اللي قاله في الكتاب المقدس، ولا نقدر نحذف منه، وبنقوله بسلطان الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. طبعا الحاجة الثانية احنا بنعلن عن عمل المسيح الكفاري على الصليب. الحاجة الثالثة احنا بنقول ان المسيح صالحنا مع الله. فدول الثلاث حاجات اللي الكنيسة بتقوم بيهم او المؤمن بيقوم بيهم. طيب ده لانه المسيح ازال كل الشكوك، حطم كل العادات، حطم كل المخاوف، اداهم سلطان. مش بس كده، ده قال لهم الدليل ان كنتم حل عليكم الروح القدس انكم تكونوا شهود. بدون ان نكون شهود لا يوجد الروح القدس فينا. تعالوا نشوف كده في اعمال 1:8، اعمال 1:8: لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. يعني حلول الروح القدس هيجعل منك شاهد. طبعا اعمال 1 فيها كلام كتير، لكن انا هاخد الجزء ده الخاص بالشهادة عشان امشي في نفس السياق. طيب اللي حصل ايه؟ حل الروح القدس في يوم 50 في اعمال 2 شفنا النتيجة. بطرس الذي انكر المسيح امام جارية تحول من شخص يخاف من اضعف فئات المجتمع الى شخص يواجه اقوى فئات المجتمع. ايها الرجال الاسرائيليون اسمعوا هذه الاقوال، يسوع الناصري رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنع الله بيده في وسطكم كما انتم ايضا تعلمون. هذا اخذتموه مسلما بمشورة الله المحتومة وعلمه السابق، وبأيدي أثم صلبتموه وقتلتموه، الذي أقامه الله ناقضا أوجاع الموت. شهادة بيشهد إنه المسيح اللي هو كان مغلق الأبواب في العلية بسبب الخوف، النهاردة واقف قدام الكل وبيعمل إيه؟ بيشهد عن الرب يسوع المقام. حاجة تانية وحاجة مهمة، الحاجة المهمة في أعمال 3، بطرس جات لك الفرصة تعمل سبق فظيع. بدل ما يقولوا عليك يلا أنكرته قدام جارية، هيقولوا عليك يا شافي المرضى، الشخص التقي الورع اللي ما فيش أحسن منه. فأعمال 3 لما الرب يستخدم بطرس في شفاء الأعرج، والناس تيجي تدور على بطرس ويتكلموا معاه، يقول لهم ايه؟ بيقول كده في عدد 11: بينما كان الرجل الأعرج الذي شفي، انا ده عمل 3، ممسكا ببطرس ويوحنا تراقد اليهم جميع الشعب الأرواق الذي قال له أرواق سليمان وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال الإسرائيليون، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ يا بطرس، لا بقوتك ولا بتقواك، يعني حتى مش بسبب إيمانك، ده العامل الوحيد في الموضوع هو المسيح. يبقى هنا المجد بيرجع لمين؟ المجد بيرجع لبطرس. يا مرات كتيرة بناخد المجد من المسيح، عشان كده الناس مش شايفين المسيح، شايفين خزينة،
شايفين عارنا، شايفين أكاذيبنا. لكن بطرس ويوحنا هنا بطرس بيقول إيه؟ لماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ أن إلى إبراهيم وإسحاق ويعقوب إلى أبانا مجد فتاة يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقي. بطرس أنت القصة دي مش هتخلص منك. لا لا لا، ما هي دي لب المسيحية، إن المسيح جاء عشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم، وهو ده مصدر فدائنا، وهو ده سبب سعادتنا. عشان كده أنا مش هخلي مناسبة تعدي إلا لما أتكلم عن الموضوع ده. فكرني بواحد يمكن تعرفه أخويا محب، القسيس جون ستوت. القسيس جون ستوت قال لو أنت وعظت عظة أو قدمت رسالة وخلت الرسالة من الإشارة إلى جوهر الرسالة صليب المسيح، يبقى دي مش رسالة مسيحية. بطرس كان بيعمل كده. أنا أعتقد جون ستوت تابع بطرس، عشان كده طلع منه بالنتيجة دي. وإحنا مرات كتيرة بنغيب مش بس صليب المسيح، ده إحنا بنغيب المسيح بالمرة. وأنا عايز أقدم نفسي وأظهر نفسي، وده سبب من سبب النهاردة تراجع الكرازة، لأن بدور على حب الجماهير. في مرات كتيرة أخويا محب، أخويا النمر، إحنا بندور على ما يطلبه المستمعون، إيه اللي يعجب المشاهد، إيه اللي يرضي الناس، إيه اللي يخلي لي جماهيرية كبيرة، وحط الحق ده على جنب. لكن بطرس قال لا، ده مش أنا، لا أنا لا بقوتي ولا بتقواي قد جعلت هذا يمشي. مش بس بطرس ما خدش الكريدت ليه، لكن تعالوا، انا ماشي بس بسرعه شويه لاني انا عارف الوقت ومش عايز اخد كل الوقت. ناخد اعمال سبعة. اعمال سبعة، استفانوس قدامه فرصه ذهبيه للهروب من الموت، بشرط انه يعمل ايه؟ انه يسكت. لكن استفانوس يقدم عظة رائعة يذكر فيها التاريخ من البداية إلى صلب المسيح وموته وقيامته. كانت النتيجة إيه؟ رجم استفانوس. على فكرة رجم استفانوس ما راحش هدر، لأنه شاول كان موجود هناك، وبيقول الكتاب وكان شاول راضيا بقتله. بعد كده شاول نفسه قدم حياته وكان مستعد يضحي بأي حاجة من أجل الشهادة للمسيح. أعمال خمسة كمان هتلاقي التلاميذ لما سجنوهم، وبعد ما سجنوهم رجعوا تاني، يقول كده فقام رئيس الكهنة وجميع الذين معه، ده أعمال خمسة من عدد 17، الذين هم شيعة الصدقيون، وامتلأوا غيرة فألقوا أيديهم على الرسل ووضعوهم في حبس العامة. ولكن ملاك الرب في الليل فتح أبواب السجن وأخرجهم وقال اذهبوا قفوا وكلموا الشعب في الهيكل بجميع كلام هذه الحياة. يا عم أنا طالع من السجن، طب روح أطمن على أهل بيتي، أروح هنا أروح هنا، أكتفي كفاية، كتر خيرك طلعتني من السجن. لا أنا مش بطلعك على السجن عشان تعيش، أنت مش عايش في الحياة عشان تاكل وتشرب وبكرة تموت. انت موجود في الحياة بطرس وكل مؤمن عشان تقدم الشهادة عن إلهك وعمل إلهك في حياتك. فلما سمعوا دخلوا الهيكل نحو الصبح وجعلوا يعلمون، ثم جاء رئيس الكهنة والذين معه ودعوا المجمع وكل مشيخ بني إسرائيل، فارسلوا إلى الحبس ليؤتوا بهم. ولكن الخدام لما جاءوا لم يجدوهم في السجن، فرجعوا وأخبروا قائلين أننا وجدنا الحبس مغلقا بكل حرص والحراس واقفين خارجا أمام الأبواب، ولكن لما فتحنا لم نجد في الداخل أحدا. فلما سمع الكاهن وقائد جند الهيكل ورؤساء الكهنة دي الأقوال ارتابوا من جهتهم، ما عسى أن يصير هذا. ثم جاء واحد وأخبرهم قائلا هو ذا الرجال الذين وضعتهم في السجن هم في الهيكل واقفين يعلمون الشعب. حينئذ مضى قائد الجند مع الخدام فأحضروهم لا بعنف لأنهم كانوا يخافون الشعب لئلا يلجموا. فلما أحضروهم
أوقفوهم في المجمع فسألهم رئيس الكهنة قال أما أوصيتكم وصية ألا تعلموا بهذا الاسم؟ بلاش تكرس، وها أنتم قد ملأتم أورشليم بتعليمكم وتريدون أن تجلبوا علينا دم هذا الإنسان. فأجاب بطرس والرسل وقال ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. نسكت على كده؟ لا، يدوهم الرسالة. إلى أبانا قام يسوع الذي أنتم قتلتموه معلقينه على خشبة، هذا رفعه الله بيمينه رئيسا ومخلصا ليعطي إسرائيل التوبة وغفران الخطايا، ونحن شهود له بهذه الأمور، والروح القدس أيضا الذي أعطاه الله للذين يدعونه. هي دي الشهادة. الله ما أوجدناش في العالم عشان ناكل ونشرب وبكرة نموت، لا، واجهوا السلطات حتى عشان يقدموا الشهادة. في كتير أخويا محب وأخويا النمر، لكن أنا أسيب الفرصة لأخويا محب وأخويا النمر، والرب يبارككم. وأنا آسف إذا كنت أطلت عليكم، لكن أنا حسيت أن لازم ناخد الفكرة دي كلها مرة واحدة. شكرا يا أسيس على المداخلة. ومرة تانية بقول، أنت قلت في كلامك الرب يسوع المسيح كلم التلاميذ وقال لهم أنكم هتستخدموا من روح القدس. اللي احنا قلنا من شوية أن الكنيسة دلوقتي قالت له اركن على جنب، معلش اركن على جنب، انت تيجي وتكون وتسكن في اللي احنا نقول لك عليه. كان زمان ايام الكنيسه الاولى كان روح القدس هو اللي يقول لهم تروحوا وتكرزوا وتبشروا فين وازاي، لكن دلوقتي احنا اللي بنقوله لا، انت تركن على جنب. انا شوف في كلامك انت بتقول انه روح القدس ادهم يتكلموا، مش بكلامهم، مش بافكارهم، مش بلغتهم. يعني حتى في المشهد اللي شفناه في يوم الخمسين نلاقي الناس بتقول هذه الكلمات لما الحر خدس على التلميذ يقولوا ايه، فكيف نسمع نحن كل واحد منا لغته التي ولد فيها. الروح القدس خلى التلاميذ يتكلموا، والناس الموجودين في المجتمع ده بلغات مختلفة، كل واحد منهم بيسمع لغته التي ولد فيها. احنا النهاردة بنعمل ايه؟ النهاردة بنحافظ على اللغة، مش مهم الناس تفهم، مهم لغة الأجداد التراث، مش مهم الناس تستوعب اللي احنا بنقوله، مش مهم ناخد لنا ساعتين ثلاثة نقول كلام مش مفهوم، نقول لغة مش مفهومة، نقول أغاني مش مفهومة، نقول ألحان مش مفهوم، مش مهم، مش مهم. ومن هنا احنا عايزين فكرة تيجي الكرازة ازاي. احنا خوف خلانا متمسكين بأن الناس ما تفهمش. التلاميذ اتحرروا من الخوف، التلاميذ اتحرروا من الخوف لما روح القدس حل عليهم واستخدمهم، اداهم الكلام اللي بيتكلموا مع الناس، اللغه اللي الناس تفهمها. انما احنا النهارده احنا متمسكين بلغات مش فاهم ايه، مش فاهم ايه الحكمه من احنا نتمسك بيها، والناس تدخل الكنائس وتدخل المجتمعات وتحضر الاجتماعات ويدخل وزي ما دخل زي ما خرج وبالسلامه. اهم حاجه الاحساس الروحي، انما التغيير اللي بيحصل في حياه الناس ما عادش ليه وجود. الرسول بطرس بيقول هذه الكلمات في نهاية الكلمة بتاعته اللي بعد ما هنخس اللي بيسمعوه في قلوبهم، قال فليعلم يقينا جميع بيت إسرائيل أن الله جعل يسوع هذا ربا الذي ربتموه أنتم ربا ومسيحا. النهاردة بنعمل إيه بقى؟ بننكر ربوبيته، بننكر أنه هو المسيح المخلص، هو بقى اسمه السيد المسيح. ما فيش فرق بيننا ان احنا نقول السيد المسيح وحد تاني من شيوخ الاسلام يقول السيد المسيح، لان احنا الحمد لله عارفين ليه، لاننا من الخوف ما احنا قلبنا العمود. دلوقتي بدت كيسه كانت خايفه وبروح القدس بقت شاهده، لكن احنا في زماننا الحالي الكنيسه اللي كانت زمان من 16 قرن شاهده تحولت الى كنيسه خايفه، فبقينا نسمع هذا القول باسم الاله الواحد الذي نعبده جميعا، الذي يعبده المسلمون الموحدون بالله والذي يعبده المسيحيون الموحدون بالله. أصبحنا موحدي آلهة، أصبحنا بنعبد إله محمد. فدي كنيسة تكون كارثة إزاي؟ الكنيسة اللي امتلت بالخوف لدرجة أنها خايفة تتكلم عن مسيحها، خايفة تتكلم عن عمل شخص ربنا يسوع المسيح في حياتها، اللي بتغير الناس تغير المجتمع. أصبح النهاردة المجتمع زي ما أنت قلت يا أسيس ثابت ضغط عليها، فبقى ما فيش شهادة، بقى في خوف،
بقى في خوف، بقى في ربكه، بقى في ان احنا خلينا نمشي جنب الحيط. اصل انا حكيم، انا بتاع الحكمه، انا اللي بوزع الحكمه، انا بنصح شعبي، بنصح ناسي. ما حدش هو بيتكلم معاكم يقول الرب يسوع المسيح خالص في اي مناسبه، اي حاجه علنيه ما حدش فيكم يقول الرب يسوع المسيح. ليه؟ لان الكلمه دي بتتعب اللي حواليك. واحد قال لك ما تتكلموش مع، ما تبشروش الناس وتخليهم يغيروا ايمانهم، والتاني قال لك احنا الكرازه دي كانت حاجه قديمه زمان وخلصت الحمد لله. ودول مين؟ دول قاده، كان مجتمع كنسي في مجتمعنا الحالي في الايام المعاصره اللي انا عايش فيها. انقلبت الاعمده. يا كنيسه كفاياكي خوف، يا كنيسه خليكي شاهده، يا كنيسه انت بتقولي انك بتشهدي باعمالك، وللاسف انا ما شايفش ان في عندك اعمالك بتشهد اصلا. يا كنيسه كفايه خوف. انا هسيب المداخله الجايه لاخونا الحبيب شكري، وهسيب هو بقى يعني يعبر كيفما يقود روح الله في هذه النقطه. اتفضل. طيب امين، شكرا، بشكر الرب من اجلك اخويا الحبيب محب، وكمان بشكر السيد ثابت والناس كمان اللي على السمع معانا. امين. بسطت قوي من لمس قلبي قوي قوي مداخله الاسيس ثابت لما قال ان ده عمل المسيح، ان التلاميذ انكروا انفسهم والرب يسوع المسيح كان ظاهر في حياتهم، حياتهم كان بتشهد، وكان فخرهم براس الكنيسه ان هو شخص المسيح، انه ليس بقوتنا او تقوانا جعلنا هذا يمشي، لكن باسم يسوع المسيح الناصري هذا وقف امامكم معافى ومشفي من كل مرض. اخويا الغالي، اختي الغاليه، اوعى يكون في حد في كنيسه عصرك، اوعى تكون حاطط يعني نموذج قدامك لشخص انت كنت بتحب طريقته في الكلام، او كان قدامك رمز عالي وبعدين في يوم من الايام اكتشفت ان هو دون المستوى، ان هو شخص في افعاله او في تصرفاته مخزية وكان سبب عصرة لحياتك. ده يجعلك انك، او جعلك ان انت تتراجع عن شخص المسيح في تبعيته، فانت ما تحطش عينيك الا على رب المجد وحده فقط. مفيش نموذج كامل على الارض هنا، لا راعي ولا رتبة كنسية ولا نموذج، لان احنا كلنا في الموازين الى فوق. تتبع الرب من كل قلبك، تحط عينيك عليه، تقول له حررني يا رب من الخوف وقودني، لانه ليس بالقوة ولا بالقدرة بل بروحك انت يا رب العامل فيه، انت اللي تقودني وانت اللي تعمل فيه. انا ماليش دعوة بالنماذج في تصرفاتها، في كلامها، في كلامها، في تصريحاتها، في ردود افعالها، في طريقة تعاطيها مع الحياة، في دوافعها، حتى ماليش اني انا احكم على حد، لكن انا احكم على نفسي واجل الرب من كل قلبي، واقول له يا رب بداية جديدة معاك يا رب، املاني من روحك القدوس، خليني نموذج مختلف يا رب، خلي الناس تشوفك فيا، حررني من الخوف لان دي مشيئتك، لان مش مشيئتك يا رب، او ليس في مشيئتك اني انا احيا في جبن اخلاقي او خوف بسبب هويتي او ايماني، لان يا رب انت حطيت نفسك من اجلي على الصليب لكي ما تفديني. انا مستعد اني انا احط حياتي من اجلك يا رب، واني انا اعيش امين لأجل شخصك المجيد. إملاني وحررني من خوف، من خوف يا رب، وإملاني بسلامك العجيب، لأنه مكتوب كده سلامي أنا أعطيكم ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. إملاني بسلامك، إملاني بفرحك، إملاني بحضورك يا رب. أريد أن أنا أكون على صورتك، هحط عيوني عليك، رفعت عيني إلى الجبال من حيث يأتي عوني. الرب هيقودك، الرب هينجح حياتك، الرب هيحقق أحلامك، طالما أحلامك هي أحلام أبدية، أحلامك إنك أنت تمجد رب المجد يسوع المسيح، وملكش دعوة بالنماذج اللي مرت على حياتك من خبرتك الشخصية، في إنك أنت تقابلت مع ناس دون المستوى بطريق أو آخر، كان ليهم دوافع فيها طمع، دوافع فيها
غش، فيها احتيال، فيها تعالي، بيدور على مركز اجتماعي، بيدور على أنانية. شخص بيسلك بالذات، قول له يا رب حررني أنا من الذات. ناس عايشين لذاتهم، لا يا رب أنا بقرر أني أنا معيش لذاتي، أنا عايز أكون مختلف، عايز أكون مختلف. تلاميذك يا رب كانوا ناس بسطة، أو ما كانش عندهم أي إمكانيات، لكن أنت اللي فيك كل الإمكانيات يا رب، أنت اللي منك كل الإمكانيات، أنت اللي تعطيني الحكمة، أنت اللي تعطيني القوة، أنت اللي وعدت وقلت كده اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، ده أولا، كلمة أولا دي نحط تحتها مليون خط، هذه كلها تزاد لكم. أنت عايش مع أكبر حكومة في العالم، هي الحكومة السماوية الذي قائدها هو شخص الرب يسوع المسيح، الذي يرعى قطيعه إلى المراعي الخضر اللي بيسدد كل احتياج بحسب غناه في المجد. ما تخافش، أنا بشجعك أنك أنت تتبع الرب من كل قلبك، مالكش دعوة بالنماذج المعسرة. ياما من أبنائنا وبناتنا اتعصروا بسبب نماذج سيئة، يعني أشياء يندى ليها الجبين. قول يا رب علمني إن ما كنش خاين يا رب، ما كنش خاين لدعوتك، ولا أرجع عن دعوتك، ولا يملك علي الجبن، ولا يملك علي الخوف، ولا يملك علي الأنانية. حررني يا رب بالتمام، حررني بالتمام، وقودني أنت، وأعمل أنت فيا بقوة روحك القدوس، زي ما نجحت كنيستك الأولى، زي ما نجحت حياة داود، زي ما نجحت حياة أرمية. تقول لا تقل إني ولد ولا ترتاع منهم لألا أريعك أمامهم. ويقول الرب ليشوع تشدد وتشجع، لا تخف أنا معك. الرب هيكون معاك ليه؟ عشان يكون فضل القوة لله مش منك أنت. انت وانت ضعيف في ذاتك وتشوف الرب بيعمل فيك، انت مش بتتفاخر على اخواتك ولا بتشوف انك انت افضل من اي حد حواليك، لكن عشان انت وثقت فيه وهو اللي بيقودك في موكب نصرته كل حين. الغي كل النماذج وكل الاحداث اللي فاتت عليك وسببت لك عثرة في يوم من الايام، وما تحطش عينيك الا على شخص الرب يسوع المسيح. قول يا رب تعالى بمن شافت الروح القدس كده، وزيل من على ذهني ومن على حياتي ومن على نفسيتي كل أثار يا رب، في كل عثرة في ناس في يوم من الأيام أعصرتني بيها بطريقة أو أخرى. اديني أن أنا أبدأ بداية جديدة وأحط عيوني عليك، عشان أنت النموذج الأكمل والنموذج الأمثل اللي أنا أتبعه، لأنك أنت قلت كده احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم. أنت المثال يا رب، أنت القدوة. خليني يا رب يقول الكتاب كده كما سلك ذاك، ما قالش زي ما سلك البابا أو الأسقف أو الأسيس أو الخادم الفلاني أو المرنم الفلاني، لا لا لا، مش دعوة بكل ده. كما سلك ذاك ينبغي أن نسلك نحن أيضا، نشوف الرب إزاي في سلوكه المجيد أرض الله الآب وحقق مهمته العظمى وأتت بالثمر لخلاص العالم. والرب أيضا يريد إن هو يستخدمك من أجل خلاص العالم، متى إنك أنت سلكت كما سلك الرب يسوع المسيح. عشان كده الرب يسوع المسيح قال على حاجة مهمة قوي، قال اللي يريد إن هو يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه. يحمل صليبه يعني إيه؟ الطاعة، إنك أنت تطيع. ليه الناس مش عايزة تحمل الصليب؟ يعني مش عايزة تطيع، مش عايزة تطيع يعني مش عايزة تحمل الصليب، عايز يعمل لذاته، عايز يعمل لمجده، عايز يعمل لأنانيته، عايز يعمل لشهواته. لكن تكون تقول على نفسك إن أنت تلميذ حقيقي لما أنت تنكر نفسك وتحمل الصليب. فبالتالي يعرف الجميع أنكم إيه؟ أنكم تلاميذي، تستحق انك انت تكون فعلا تلميذ للمسيح. لاحظ نفسك والتعليم، حياتي فيها خضوع ولا لا؟ حياتي فيها توبة ولا لا؟ حياتي فيها تدقيق ولا لا؟ برجع للرب من كل قلبي وبقول له اجعلني حار في الروح يا رب، اكون حار في الروح، تكون انت قائد حياتي وانت العامل فيا، انا بختفي تماما وانت اللي بتظهر في حياتي وفي سلوكي، بحسب الكل أفضل مني، بحسب الكل أفضل مني في كل شيء يا رب.
وانت وحدك اللي تكون قائد حياتي. بشجعك اخويا المستمع، اختي المستمعه، انك انت ترجع تاني لحقل الخدمه واخدم الرب من كل قلبك. ما تبصش للنماذج الفاشله والنماذج المحبطه والنماذج المعصره في حياتك، لكن اتحرر باسم الرب يسوع المسيح، والرب هيستخدمك ويفتن بيك المسكون. شكرا لك اخونا محب، وشكرا لحضره القسيس كمان، وسامحوني ان كنت اطول. اهلا وسهلا بيك، شكرا اخونا حبيب، شكري على شكرا على شكرك. ربنا يباركك ويستخدمك والامين. طيب انا عندي يعني راي اننا دلوقتي في الجزء الاخير من الحلقه بتاعتنا، عايز مره تانية اقول الاعلانات، فبعد اذن الاحباء في الكنترول ينزلوا لنا الاعلانات. معلش شيلوا محب ده دلوقتي. ايوه شكرا. عندنا بعد ان شاء الله ربو عشنا ساعه من دلوقتي هيكون عندنا على القناه الاراميه، وعندنا على باللغه العربيه القناه الاراميه الاولى والثانيه، وهم حاليا موجودين على البث بس مباشر دلوقتي. وهنشوف بعد حوالي ساعه من التوقيت الحالي، هنشوف في حلقه بعنوان انت تسال والقبر الفارغ يجيب، وهيكون نقطه البحث المره دي او الطرح هي ادله الزهرات كدليل على قيامه الرب يسوع المسيح. الحلقه بتاعت شرب وعشنا الاثنين 8 نيسان الساعه 3 بتوقيت شرق امريكا هتكون عن الاخطاء التاريخيه في القران. الحلقه اللي بعد كده هيكون في تحت عنوان محمد اشرف الخلق، هتكون يوم الثلاث 9 نيسان الساعه 12 ظهرا بتوقيت شرق امريكا. في برنامج روحي هيكون بيتعرض على القناه يوم الاربعاء 10 ابريل هيكون الساعه 12 بتوقيت شرق امريكا. عنوان الحلقه هتكون الفطير والفصح. وعنوان حلقة جديدة كمان بعنوان بين العصمة والفساد. هنشوفنا زي ما قلت من شوية وأنا بقول الإعلانات إن حكاية العصمة دي في حلقتين، فدي حلقة منهم هتكون يوم الأربع يوم 10 أبريل برضو الساعة 3 بشرق أمريكا. قضية تانية زي ما قلت من شوية نفس بتحمل نفس الفكرة، هل الأنبياء معصومين؟ بس طبعا مش هيكون نفس الشخصيات ولا نفس الموضوع، لكن هبيتكلم عن العصمة كمان. هتكون يوم الخميس 11 أبريل الساعة 3 مساء. عندنا رمضان والعيد، وكل سنة وإخواتنا المسلمين بخير، وإحنا على فكرة لا بنعبد إلههم ولا هم بيعبدوا إلهنا. واللي قال المقولة دي ده قلب العمود، بدل ما يبشر ويكرز قال لهم أنا بعبد إلهكم ما لناش دعوة بيه. ده هتكون يوم الجمعة 12 نيسان الساعة 3 بتوقيت شرق أمريكا. ولا بنؤمن بديانات سماوية ثلاثة. ولا بنؤمن بمين يا فندم؟ بديانات سماوية ثلاثة. لا ما فيش ديانات سماوية ثلاثة، ما دي من ضمن البدع اللي للأسف إحنا عملناها بسبب الخوف. ما حدش قالها إحنا اللي قلناها، بس ما علينا. الحلقة اللي بعد كده هتكون حكايتي مع المسيح يوم الجمعة 12 أبريل، هنسمع حكاية. طبعًا هتكون مفاجأة بالنسبة لي، أنا مش عارف إيه الحكاية، لكن أنا متوقع إنها هتكون حكاية جميلة. بتتكلم عن عمل ربنا ومخلصنا يسوع المسيح في حياة الشخص اللي هيتكلم معنا في النقطة دي الساعة 12 ظهرا بتوقيت شرق أمريكا 12 أبريل. الحكم بعد المداولة ده اللي هيكون يوم السبت 13 أبريل. هيتكلموا الأحباء عن النظريات حول القيامة الساعة 3 بتوقيت شرق أمريكا. وبكده أهلا وسهلا بيكم على القنوات الأرامية العربية، ننتخب العربية القناة الأولى والتانية، وربنا يبارككم ويستخدمكم. خليني أرجع مرة تانية قبل ما أقدم أخونا الحبيب الأسيس شكري، أرجع للكلام اللي جه في غلط يا اتنين. خوف خوف خوف، وأنا عايزكم تشوفوا النص غلط يا اتنين. يا ريت تكبر لنا الشاشة أخونا الحبيب، بارك الله فيك يا أخي، شكرا. رسول بطرس، رسول بولس بيتكلم عن الرسول بطرس في غلط يا اتنين، بيقول إيه؟ ولكن لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة. مش حاجة في السر، مش حاجة يعني نخدنا على جنب وكلمناه، مش بينك وبينه وحدكما فإن سمع منك فقد ربحت أخاك. ليه؟ لأن الغلطة الكبير كبيرة، خوف الكبير كبير، جبن الكبير كبير. فالرسول بولس لما شاف هذا النموذج كان لازم يكتب لنا عنه، زي ما قلنا كل اللي اتكتب عشان احنا نتعلم عشان ما نعملوش، دي مش سنة.
هنعمل زيها؟ لا، دي حاجة نخلي بالنا منها. لما أتى بطرس إلى أنطاكيا قاومته مواجهة. ليه؟ لأنه كان ملوما. معقولة يا حضرة الرسول بولس بتقول على زميلك في الخدمة الرسول بطرس إنه كان ملوم؟ معقولة تقول الكلام ده وتقوله كده علنا قدام الناس؟ ليه بقى؟ لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع اليهود، كويس؟ لأنه تعلم من شخص ربنا يسوع المسيح إن الخدمة والكرازة والبشارة مش بس للأورشليم ولا لليهود ولا للسامرة، لكن إلى أقصى الأمم، لكل العالم. طيب، إذن أخويا الأممي ده أخويا، أنا كمصري أممي أخو اليهودي اللي آمن بالمسيح، كلنا أعضاء في جسد المسيح. اللي حصل إن هذا الرجل تصرف هذا التصرف، سلك هذا السلوك، ليه؟ يقول كده، لأنه قبل ما أتى قوم من عند يعقوب كان يأكل مع الأمم، ولكن لما أتوا إلى ولكن لما أتوا اللي هم اليهود دول كان يؤخر ويفرز نفسه، ليه؟ خائفا من الذين هم من الختان. ده بطرس الرسول بطرس اللي أول عظة ليه ربح 3000 وبعد كده انضم كمان 2000 وبعد كده من كتر الانضمام اليوم اللي كان بيحصل ما عادش الكيسة بتعد، لأن ده ينضم إلى كل يوم الكيسة الذين يخلصون. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إنه خاف. ولما هو خاف ورأى، إيه اللي حصل؟ عدد 13 يقول ورأى معه باقي اليهود أيضا. عشان كده بقول لكم إن غلطة الكبير كبير وخوف الكبير كبير. رأى معه باقي اليهود أيضا، حتى أن برنابا أيضا انقاد إلى رائهم، كمان واحد تاني من التلاميذ أو من المبشرين أو من الكاريزين انقاد لرياء بطرس ورياء اليهود. نعم، عشان كده رسول بطرس لما يشوف هذا الأمر، ما لو حاجة تخصك مع نفسك انت حر، ما فيش مشاكل، أنا أقابلك وحدك على جنب ونتكلم مع بعض، ولو سمعت مني وقبلت مني يا ربحتك وربحه وحبي وقدمنا مع بعض رسالة جميلة وصلحنا بعض وعدلنا الأعمدة المقلوبة. لكن لما بطرس يقلب العمود كان لازم الرسول بولس بالروح القدس كمان يعمل إيه؟ يعدل العمود تاني، يعدل العمود تاني. يا احبائي، احنا محتاجين عدل الاعمده. لما تعوج المعوج تعدله تاني، لما تعوج المعوج تعدله. ده معوج، هتسيبه معوج هيستمر على طول، وهيستمر الرياء ده بين المؤمنين، وهيستمر الكذب بين المؤمنين، وهيستمر الخوف بين المؤمنين، وهيستمر نعبد اله محمد بين المؤمنين، وبيتقال في كل مناسبه دلوقتي بسمعهم كتير ورا هذا كلام، بسم الله الذي نعبده جميعا، ما بنعبدوش جميعا. شفتوا غلطة الكبير كبيرة، تنتقل من جيل لجيل وتبقى من أقوال الآباء. فانتبهوا لهذا الضعف، لهذا الخوف، لهذا الجب. بيقول له لو أنا لكن لما رأيت أنهم لا يسلكون باستقامة، بجد لما رأيت أنهم لا ينطقون باستقامة، لما رأيت أنهم لا يتكلمون باستقامة، هتعمل ايه يا حضرة الرسول بولس؟ ما ينفعش اسكت. ما تقوليش بقى ان احنا بقى ايه ما يصحش وما نحكمش غير على انفسنا، لا، ده هنا بقى الموضوع خطأ عام، خطأ انتشر في الكنيسة، كنيسة في حالة ضعف، كنيسة ما عادتش بتكرز، كنيسة ما عادتش بتشهد. ليه؟ لانها خايفة. لكن لما رأيت انهم لا يسلكون باستقامة حسب حق الانجيل، قلت لبطرس قدام الجميع، ان كنت وانت يهودي تعيش امميا لا يهوديا، فلماذا تلزم الأمم أن يتهودوا؟ ليه؟ لازم يا شباب، إخوة الأحباء المؤمنين في كل مكان، لما نشوف الخطأ، إذا كان خطأ عام لازم نتكلم عنه ونصلي من أجله ونطلب من الله بروح القدوس يزبط المسألة تاني ويعدل المعوج. أفكار كتير مغلوطة النهاردة، أمور كتير ذكرها لا يليق، ذكرها لا يليق موجودة، وعايزين الناس تعرف الرب يسوع المسيح. هم يعرفوا السيد المسيح، لكن يعرفوا الرب يسوع المسيح، دي الأجر على الله، الأجر على الله. أخونا الحبيب ثابت، هسيبك برضو في الفترة الجاية، بس خلينا قبل ما يعني أقدمك أقول للأحباء المكبسين، التكبيس وصل على ما شايف، أنا حسب ما أنا شايف 94، لا 64 يعني إن شاء الله منتظرين 35 تكبيسة، 35 ألف
35,000 دي يجوا ازاي؟ ما اعرفش. بس ربنا كبير يعني. لما ساعد اصبعتكم فتكبسوا تكبيسا كثيرا. اخوك اخونا الحبيب سيس تفضل معاك المايك. طيب انا هبدا من حيث ما انتهيت انت. يعني انا بشكر كمان اخويا النمر وبشكرك. اللي عمله الرسول بولس مع الرسول بطرس، اول حاجه لو احنا هنتكلم عن الاقدميه، الرسول بطرس هو الاقدم. والرسول بطرس يعني واحد من التلاميذ اللي كانوا الرب يسوع قال له انت بطرس وعلى هذه الصخره ابني كنيستي. يعني بطرس كان واحد من الناس اللي هم الروح القدس اعلن لي من هو المسيح. ولما الرسول بولس بيقول قاومته جهارا، لأن الخطأ لا يتعلق بشخص بطرس فقط، لكنه يتعلق بالإيمان وبالعقيدة. عندما يتعلق الأمر بالإيمان والعقيدة لابد أن يعلن الأمر. طبعا الكنيسة الأولى، وفي لسه كنائس، أنا على فكرة في لسه كنائس بيعملوا حكاية التأديب الكنسي ده كانت يعني حاجة كانت موجودة في كل كنيسة زمان. مع تطور الأحداث والبعد عن كلمة الله غاب هذا الأمر، عشان كده كل واحد بيقول اللي هو عايزه، ودي مشكلة ودي كارثة. لكن تعالوا نشوف حاجة تانية من ضمن الحاجات. وأنا يمكن أنت بتتكلم عن باسم الإله الذي نعبده جميعا، وطبعا بكل تأكيد يوجد إله واحد خالق السماوات والأرض. الإله ده مش بنعبده جميعا، الإله ده نحن نعبده كما أعلن عن نفسه في كلمة الله المقدسة، ومش في أي مكان تاني. طيب ليه أنا بقول كده؟ الحاجة التانية، الديانات السماوية الثلاثة، وأنا كنت كده أنكش أخويا محب في حكاية الديانات السماوية الثلاثة، لأن دي منتشرة جدا 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 ودي كارثة. الحاجة المشكلة والكارثة هو قبول المدح من الشيطان، وده بيودي الكنيسة في كارثة. احنا اول ما واحد يقول لك المسيح كان شخص رائع، المسيح عمل معجزات، المسيح عمل، احنا نقول يا سلام الشخص ده رائع جدا. يعني مثلا على سبيل المثال للحصر، في واحد اسمه إبراهيم عيسى في مصر، إعلامي مصري مشهور، قال كلام رائع عن الموعظة على الجبل، وقال لكي يسمو العالم ويعيش العالم في سلام لازم يجروا موعظة الجبل، ده اللفظ اللي قال. هل معنى كده ان الراجل ده أصبح شخص مصدر أخذ منه التعليم لأنه في أماكن تانية بينتقد المسيحية؟ شيخ الأزهر نفسه قال حاجة زي كده، إنه هو بيبكي لما يقرأ الموعظة على الجبل، لكن في نفس الوقت هو رأيه في المسيحية إنه شرك وكل الكلام ده. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الكتاب في أعمال الرسل 16 في حد شهد لبولس وسيلة وهم رايحين كده إلى الصلاة، أعمال الرسل 16 عدد 16، وحدث بينما كنا ذاهبين بولس وسيلة إلى الصلاة أن جارية بها روح عرافة استقبلتنا وكانت تكسب مواليها مكسبا كثيرا بعرفتها. هذه اتبعت بولس وإيانا وصرخت قائلة، تعالوا نسمع الكلام اللي قالته، وعايز حد يقول لي ايه الغلط في اللي قالته الجارية دي. هؤلاء الناس هم عبيد الله العلي اللذين ينادون لكم بطريق الخلاص. اخويا محب واخويا هشام او اخويا النمر، ايه الكلام الغلط في اللي قالته الجارية دي؟ هل في غلط اخويا محب؟ ولا كلمة غلط. بولس واحد من عبيد الله، قالت الرسالة بتاعته اللذين ينادون لكم بطريق الخلاص، وكانت تفعل هذا أياما كثيرة. فضجر بولس والتفت إلى الروح وقال
لو في حد النهارده حد بيشاور عليه يقول له عبيد الله الذين ده ناس اتقياء ومش عارف ايه والكلام ده كله، يا سلام بقى، شفت بقى الاعداء بيمدحونا والقصه والحكايه والروايه وناخد في نفسنا مجد. بولس قال الروح انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها، فخرج في تلك الساعه. ليه يا عم بولس؟ ناس بيشهدوا لك. لا، انا لا اقبل شهاده الشيطان، لان الشيطان يمدحني اليوم ويذمني غدا. فالشيطان شاطر ولا احنا اللي خايبين؟ الشيطان بيعمل ايه؟ بيديك شويه كلام حلوين عشان تسمعه وتثق فيه، وبعد كده روح خبطك على دماغك وما تبقاش واخد لاخوانك. ده اللي حصل مع مين؟ امنا حواء وابونا ادم. هو ربنا قال لكم ايه؟ ما تاكلوش من كل شجر الجنه؟ لا لا لا، ناكل من كل شجر الجنه ما عدا واحده. هو بس هو مش عايزكم تبقوا حلوين. ده الله عالم، يوم تاكلان منه تكونان كالله، لن تموتا، بل الله عالم انه يوم تاكلان منه لن تموتا بل تكونان كالله عارفين الخير والشر. قدم حاجه حلوه للراجل اهو، هيعمل ايه تاني يعني؟ هيقطع نفسه. هي نفس القصه والكارثه اللي موجوده، اننا نقبل شهادات الشيطان او اولاد الشيطان. على فكره وصف لاولاد الشيطان مش وصف اساءه لحد، لان من هم ليس اولاد الله هم اولاد الشيطان. احنا عندنا مملكتين، مملكه النور ومملكه الظلمه، مملكه الله ومملكه الشيطان. لو انت بره مملكه الله يبقى انت في مملكه الشيطان، من غير تجميل ولا تزويج ولا الكلام ده كله. ده الرب يسوع المسيح نفسه لما بطرس غير الفكرة او فكر انه يبعد المسيح عن الصليب، حاشاك يا رب ان تصلب، قال له بك شيطان. احنا مرات الكارثة بتاعتنا اخونا محب واخونا النمر، ان احنا مفكرين نفسنا ان احكم من المسيح واحكم من الله. ده الرب يسوع قال لتلميذي عمواس ايها الغبيان، وهنا بيوصفهم مش بيشتمهم. فعلينا ان احنا نرجع تاني نسمي الاشياء بمسمياتها، ولا نقبل شهادة الشيطان. علينا ان احنا فقط نشهد عن المسيح، نشهد بالمسيح، يكون شعارنا وعندنا الكلمة النبوية وهي اثبت استفعلونا حسنا ان انتبهتم اليها. ده المهم لو احنا عايزين نكرس فعلا. ويبقى عندي بطرس كبير، بطرس صغير، بطرس أخطأ، بولس هيقول له أنت أخطأت. مش عشان يقلل من بطرس أو ياخد مجد على حساب بطرس، لكن عشان تفضل كلمة الله نقية، وتفضل كلمة الله هي اللي بتسود. لو انت عايز تقول لي مين هو بطرس، بطرس وبولس وآدم وحواء وكل الجنس البشري بدون الله تراب. انا وانت بدون الله تراب، لان لو ما نفخش فينا احنا تراب. فاحنا عايزين نعمل حساب لمين؟ ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. لو عاشت الكنيسة والمؤمن بهذا المبدأ، ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ستكرز الكنيسة ويضم الله كل يوم الذين يخلصون. لكن المشكلة والكارثة اني مرات كتيرة بيطاع الناس اكثر من الله. انا هختم بحاجة صغيرة اثرت فيا من شخص بسيط جدا جدا. وانا راعي في احدى الكنائس في مصر، كانت مشكلة الكويت وحرب الكويت، والناس ابتدى يعملوا اشغالهم المهم كان في شخص رجع من الكويت، المهم كان راح تاني، وبعد ما دفع فلوس كتير وكل الكلام ده راح وما توفقش في شغل فرجع. كان الشخص في احتياج بمعنى الكلمة. المهم جات المكافآت بتاعة الكويت، وحس أنا عارف المبلغ لغاية دلوقتي، جاله 8000 من الكويت في الوقت ده كان في التسعينات.
لما جاله 8000 راح بسرعة جايب العشور بتاعته كاملة للكنيسة. فقلت له طب ما انا عارف ان عليك التزامات كتير، خليهم ولما يبقى معاك ادفع. فقال لي طب انا هسألك سؤال، لو حد قوي وليه علي ومدينني بالفلوس دي وبيطالبني، هقدر اتأخر عنه؟ قلت له لا. قال لي ما ده اقوى من القوي، فانا ما اقدرش اتأخر عنه. ويمكن انا كان غلطة ان انا قلت له يعني ان انا يعني ايه من نوع من الشفقة، لكن اتعلمت منه درس ان ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس. احنا مرات كتيرة بنعمل حساب الناس اكثر من الله، لكن بصلي، انا بصلي من اجل نفسي كمان ان الله يديني نعمة ان انا اطيع الله اكثر من الناس وما كنش مجامل على الاطلاق على حساب الحق، لان احنا بشر ضعفة. وبصلي من اجل كل اخواتي، وبصلي من اجل قناة الارامية، وبصلي من اجل كل الناس اللي بيشوفونا، وبصلي من اجل كل المؤمنين ان الله يدينا النعمة ويدينا نعمة ان احنا نكون تحت خضوع وقيادة الروح القدس لكي نعلي شعار ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ويكون شعارنا اللي تعلمه بولس من رب يسوع مجدا من الناس لست اقبل، ما بالكم بقى لو كانوا الناس دول اولاد الشيطان. الرب يبارككم. انا اسف على الاطاله، احنا خلاص داخلين على البرنامج الثاني دلوقتي يا اخويا محمد. لا ما تتاسفش على الاطاله، احنا 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 يعني بنقول الجماعه اللي هم سبب الاطاله، احنا كان ممكن نخلص من ربع ساعه مثلا. فاخواننا اللي بيشوفونا وبيتابعونا عملوا 77,000 لغايه دلوقتي، صح تقريبا كده. 77 الحمد لله، بقى 78 بانت الرؤيه. لسه بينا كم ساعه والامر يستدير يعني تقريبا. طيب. احنا ندخل في الحكم بعد المداوله على طول. مباشره وانت قاعد على الكرسي ما تعملش حاجه، بس انت لا نفسك بتحكم. حبايبي اهلا وسهلا بيكم، شرفتونا ونورتونا على قناه الاراميه او على قنوات الاراميه ناطقه بالعربيه، قناتين الاولى والثانيه. واهلا وسهلا بيكم في التيك توك اي بي ان السات. واهلا بحضراتكم جميعا يلي بتسمعونا. ربما يكون حد منكم زعلان، ربما، لكن انا بقول لكم ما تزعلوش، خليكم فتحوا عينيكم على الكتاب زي ما الحضرة القسيس والاخونا شكري اشاروا. فتحوا عينيكم على الكتاب واقروا المكتوب عشان تفهموا ليه النهارده ولادنا اخواتنا بناتنا مثقفينا جهالنا فقراءنا اغنياءنا في مصر بيأسلموا ليه. انتوا عارفين السبب، ما تقوليش ده بيضحكوا عليهم وياخدوهم، ده كلام ممكن يكون بعض منه حقيقه، بعض منه، لكن حقيقه الامر احنا ككنيسه مش بنشهد لاولادنا مش يعني مفروض اننا نشهد للغرباء، لكن احنا مش بنقوم بالشهاده لاولادنا، وده دور القنوات الفضائيه. وللاسف برضو مش كلها بتعمل كده، يعني ممكن اقول لك اصل في ضغوط، اصل الدنيا، اصل انت مش هناك، اصل انت لو كنت هناك. لا انا كنت هناك بجد والضغط بجد، مش هحكي لكم حكاياتي الشخصيه، لكن الفكره انك يكون ليك دور في انك تعلم اهل، ابتدي باهل بيتك في الاول. يعني شفنا من الخوف للكراسه، الرب يسوع بدا لما قال لهم تكرزوا، قال لهم اكرزوا فين؟ اورشليم، صح؟ وبعدين توسع دائره شويه اليهوديه، وبعدين توسع دائره شويه بالسامره، وبعدين توسع دائره كمان الى اقصى الارض. احنا لا بنعمل لا اقصى الارض ولا السامره ولا اليهوديه ولا بيتنا ولا عيالنا، عندنا شويه حاجات كده بنعملها وشويه امور كده بتتعمل لله. يعني انت عارفين ان انا مش عايز اقول اكتر من كده، ملهاش علاقه بالايمان. وتحول الايمان من ايمان حقيقي علاقه حقيقيه مع الله الى علاقه رمزيه مع الله. الله يرحم رمزيه واللي خلى رمزيه تحكم الكنيسه. هسال اخونا هشام سؤال،
أخير وأتمنى دلوقتي وصلنا 80,000، ده شيء جميل، وإحنا زي ما إحنا 80 ما طلعناش، يمكن هنا 81 دلوقتي. يلا أخوانا عشان خاطر الحلقة اللي بعد كده لازم نوصل 100، هكذا يقولون. هنا الأخ هشام شكري، إحنا عرفنا الخوف وأسبابه وعلاجه وإزاي التلاميذ يعني تحرروا من هذا الخوف وماتوا من أجل مش وهم ولا خيال، حقيقة، ماتوا من أجل من مات من أجلنا، نحن نحبه لأنه أحبنا أولا. لكن أنا عندي سؤال، ما هو موضوع الشهادة؟ يا ترى التلاميذ شهدوا عن مين؟ شهدوا قالوا إيه؟ كلموا الناس عن مين؟ النهاردة الناس بتتكلم، بس بتتكلم عن مين؟ فأنا عايز أعرف الكنيسة الأولى اللي كرزت وفتنت المسكونة، فتنت المسكونة كانت بتتكلم عن مين؟ إيه كان موضوع الشهادة بتاع الكنيسة الأولى؟ فضل. أمين. بشكرك أخويا محب وحضرة الأسيس ثابت كمان، ربنا يبارككم. طبعا الكنيسة الأولى كان شعارها الأوحد في كل حياتها بيقولوا كده، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء به ينبغي أن نخلص. له يشهد جميع الأنبياء أن كل من يؤمن به ينال باسمه غفران الخطايا. نشوف يا أخواتنا الغاليين، الكرازة كلها كانت متمركزة حول الإنجيل. الإنجيل هو مين؟ الإنجيل هو الخبر. مين هو الخبر؟ الرب يسوع المسيح. عشان كده يقول الله لم يره أحد إيه؟ قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. فالرب اللي أعلن عن نفسه ليك، أعلن عن محبته ليك، هو ده اللي كرزوا بيه. طب هما ليه كانوا بيكرزوا بالرب يسوع المسيح، ما كانوش بيكرزوا بحد تاني؟ لان حياتهم اتغيرت بيه هو، فهم لمسوا التغيير في حياتهم. المسيح غير حياتهم، ملاهم بالحضور الالهي، نقلهم من الظلمة للنور، نقلهم من سلطان الظلمة الى ملكوت ابن محبته. الرب يسوع المسيح عمل في الكنيسة الاولى، فهو رأس الكنيسة، وده الأمر اللي أشار ليه القديس بولس في رسالة كلوسي، وعرف أن المسيح ده هو رأس الكنيسة، والكنيسة دي هي جسده. فهذا الجسد منقاد بمين؟ منقاد بالرأس اللي هو شخص المسيح. شخص المسيح هو القائد، شخص المسيح هو اللي بيحرك، مش الكنيسة هي اللي بتتحرك، هي اللي بتحرك المسيح، لا، لكن المسيح هو اللي بيحرك الكنيسة، الرأس هو اللي بيحرك الجسد. عشان كده هنا محب كان بيقول ان الأعمدة انقلبت، الأعمدة انقلبت، الناس ليها آراء لكن مش ملتزمة برأي الكتاب، برأي الكتاب، رأي الكتاب ده هو اللي مهم. ده بولس الرسول بجلالة قدره اعظم شخصية في الكنيسة الاولى، من تواضعه كان بيقول صلوا من أجلي لكي يعطيني الرب. مين اللي يعطيه؟ الرب. الرب من الرب يسوع المسيح. كلمة عند افتتاح الفم، يعني حتى بولس كان مقتنع ان بشرته وكرازته ديت تكون عديمة الجدوى وعديمة النفع بدون وجود المسيح في حياته وعمل المسيح في حياته، لأن الرب يسوع المسيح قال كده، سأعطيكم فما وحكمة لا يستطيع جميع معانديكم أن يقوموها. لا نتكلم بكلام الحكمة الإنسانية المقنعة، مش بيجيب وعظة ويقعد يرتبها، مش بيجيب حاجة كده ويقول أنا حافظ جيد وحقول الكلمتين اللي أنا متمكن منهم بحسب باع الطويل في الدراسة والممارسة والخبرة مع أخويا الإنسان في الحياة، ويقدم كلمات مؤثرة تزول مع زوال المؤثر. لا، ده كان في برهان الروح والتركيز على شخص المسيح، ليه كل المجد والإكرام. بيركزوا على المسيح لأن المسيح هو اللي يقدر يغير، بيركزوا على شخص الرب يسوع المسيح، علشان هدف الكنيسة إن هي تكون على تلك الصورة، عينها تكون كنيسة مجيدة لا غضب فيها ولا عيب. عشان كده قل له
المجد في الكنيسة، بس المجد اللي في الكنيسة ده بإيه؟ في المسيح يسوع، أي من خلال رب المجد يسوع المسيح، لكل المجد والإكرام. يعني نشوف أن الرب هو اللي بيمنح المواهب، الرب هو اللي بيدي طبيعة جديدة، الرب هو اللي بيدي غفران. تركيز على شخص الرب وحده، له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع. مفيش مجد في الكنيسة بدون حضور الرب يسوع المسيح فيها. هو القائد وهو المعلم وهو القدوة وهو كل شيء في كل شيء. عشان كده الكتاب يقول عنه ايه؟ الذي يملأ الكل في الايه؟ في الكل. لما نروح مثلا برسالة أفسس، اسمحوا لي أقرأ المقطع ده من الإصحاح الأول، يقول كده عن شخص المسيح العظيم في رسالة أفسس في الإصحاح الأولاني، بيقول كده عنه، بيقول بيقول كده عن شخص المسيح ليه كل المجد والإكرام. مش فاكر كان في الإصحاح الأولاني أو الثاني، لكن عن شخص المسيح العظيم لحظة واحدة، بيقول مثلا بيقول لهم الرسول بولس في الإصحاح الأول، فإن الله شاهد لي كيف أشتاق إلى جميعكم في أحشاء يسوع المسيح، وهذا أصلي أن تزداد محبتكم. لا ده في رسالة فيليب، سامحوني معلش أخواتنا الغريبين، أنا آسف. نرجع لرسالة رسالة القديس بولس في الإصحاح الأول، أيوة بيقول كده عن الرب يسوع المسيح، بيقول ليهم للمؤمنين في الإصحاح الأول، بيقول لهم لا أزال شاكرا لأجلكم من عدد 16، ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم إله ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. في معرفة مين؟ في معرفة الشخص الرب يسوع المسيح، مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين. في مجد انت بتورثه واصبحت قديس في المسيح، وما هي عظمه قدرته، عظمه قدره الرب يسوع المسيح. شوف قدره المسيح، شوف امكانيات المسيح، القدره والقوه دي يقول عنها في اللغه اليونانيه دينابوس او دينامي، يعني قوه هائله، قوه هائله في المسيح. مالها دي؟ ممكن تعمل ميوت حضره القسيس لو سمحت؟ معلش، فضل الله أمرا، ربنا يبارك. حسب عمل شدة قوته الذي عمله في المسيح إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى، ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا، وأخضع كل شيء تحت قدميه، وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة، هو رأس الكنيسة التي هي جسده. يا كنيسة انت مرتبطة بمين؟ مين السيد؟ مين الرأس؟ مين رأس الكنيسة؟ مين رأس الكنيسة؟ هو شخص المسيح العظيم. يقول كده وإياه جعلا رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده، ملء الذي يملأ الكل في الكل. ده اللي بيملأ، فليملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد الذي يعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر. إخواتنا الغاليين، المسيح هو رأس الكنيسة، هو اللي أنت بتستمد منه حياتك، اللي بتستمد منه خلاصك، اللي بتستمد منه فرحك، اللي بتستمد منه نجاحك، اللي بتستمد منه قوتك، اللي بتستمد منه شهادتك. بدون المسيح مفيش كنيسة، تعتبر كنيسة منفصل عنه زي كنيسة اللودوقيين كده، يقول أنا غني وقد استغنيت وليس لي حاجة إلى شيء ولست تعلم. خمس أشياء ليسوا موجودين في الكنيسة الحقيقية أو في المؤمن الحقيقي. يقول كده رب المجد
عن هذه الكنيسة الإسمية التي لا علاقة لها بي، لأن هي شايفة نفسها أن هي كاملة في كل شيء، ولكن للأسف الشديد هي مش مرتبطة بي، مش هو الرأس، مش هو السيد. عندها شوية مراجع، شوية كتب، شوية تقليد، شوية أشياء كثيرة مرتبطة بيها، لكن ليست ما فيش ارتباط بي. عشان كده قال ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس والفقير والأعمى. خامس حاجة قال عليها وعريان. عريان يعني ايه؟ يعني انت ما انتش مكتسب بره، ولا انت حصلت على خلاصه. اعمى يعني ايه؟ يعني انت ما خدتش بصيرة روحية، لان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان اعمالهم كانت شريرة. فقيرة، انت فقير في الروحيات، لم تعرف الهدف الذي اوجدك الله من خلال وجودك على الأرض هنا، لأن الله أراد أنه يضع الأبدية في قلبك، لكن أنت اللي رافض أن الأبدية بشخص المسيح اللي هو الحياة نفسه، أنه يجي بأبديته ويسكن فيك للأبد، أنت رافض. عشان كده الرب بيقول للناس دي ها أنا ذا واقف على الباب. نفس الكنيسة الإسمية دي بيحب الإنسان، هو مش ضد الإنسان اللي هو عايش لذاته أو عاش على مبادئ غلط، لكن هو معاه. عشان كده اقول ها انا ذا واقف على الباب واقرع. وده عمل ارادي منك انت، عمل ارادي منك انت، انت اللي تيجي بكامل ارادتك لرب المجد يسوع المسيح وتحط حياتك بين ايديه، بس برغبه قلبيه منك. الرب مش هيقتحم حياتك غصب عنك، لكن الرب هو اللي عايزك انك انت تسلم ارادتك بالكامل ليه، عشان يكون هو ده قرارك. الرب منتظر قرارك، وبيقول كده إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. أنت ما أنتش عارف الأيام هتاخدك لفين، يمكن أنت تسمع الرسالة بتاعت النهاردة ويجي إبليس بكرة ينسيك، يخطف الكلمة من قلبك، يخطف الكلمة اللي بتتزرع في قلبك النهاردة. انتهز الفرصة وتعالى وتواضع أمام إلهك وقول له يا رب أنا بقبلك كرب ومخلص، سامحني على كل خطاياي وعلى كل ذنوبي، وأنا بقبلك غيرني واملك علي، طهرني بدمك الكريم واجعلني ابن ليك، سامحني على كل خطية أنا فعلتها، طهر قلبي، طهر فكري، طهر حياتي. تعالى يا رب بفتح لك باب قلبي، تعالى اسكن فيا للأبد، لأن دي رغبة قلبك ودي مشيئتك ودي دعوتك لي، لأنك أنت تريد أن جميع الناس يخلصون منهم أنا. أنا عارف أن أنا ما استحقش، لكن دي محبتك أنت وده عملك من أجل الإنسان اللي ما استحقش مثلي. لو عملت كده من كل قلبك أقول لك مبروك عليك الخلاص، لأن الرب قال كده. السماء، شخص الرب يسوع المسيح يكون فرحان بك قوي، إن دي مشيئته أنك أنت ما تهلكش، مشيئته أنك أنت تتمتع بحضوره، مشيئته أنك أنت تنتقل من الظلمة إلى النور، تتفتح عيونك وتدرك العالم الروحي وتشبع بالحضور الإلهي. الرب يريد أن هو يشبعك بحضوره ويمتعك بحضوره. ليه تحرم نفسك؟ ليه عايز تعيش لذاتك وتحرم نفسك من التمتع الحقيقي وتخرج؟ قل له خرجني، ساعدني، توبني، خليني اخرج بره دايره الانا والذات، وخليني يا رب امسك انت بايدي توبني فاتوب. كنت انت النهارده ضعيف زي الانسان اللي كان نازل من اريحا لاورشليم ونزل عليه لصوص ضربوه وعروه وجرحوه وتركوه حي وميت. كنت انت النهارده من الماضي اللي حصل معاك في صراعات كثيرة، روح مع أشخاص اشتغلت معاهم، عيلة اتخصمت معاها، مشاكل كتيرة دخلت فيها، وفي النهاية أصبحت أنت حياتك ما بين حي وميت بدون أي رجاء وبدون أي سند. الرب يسوع المسيح السامر الصالح، إلهنا الصالح، الراعي العظيم عايز يجي يزورك، عايز يصب على جراحك خمر وزيت، عايز يفرح قلبك ويشفيك ويمتعك بسلامه العجيب ويعتني بيك. أما يحطك في فندق معناها بيسلمك لقيادة روح الله القدس. علشان إيه؟ عشان يعزيك باقي حياتك. الرب لما ترجع له بيقبلك بس؟ لا، ده جزء من الحقيقة. لما ترجع للرب هو إله التعويض. أعودكم عن السنين التي أكلها الجراد الابن الضال لما رجع
ابوه حضنه وبعثنته. اوعك تقول انا قذر ما استحقش والرب مش هيقبلني، لا هيحضنك وانت ملابسك متسخه هياخدك في حضنه. ليه؟ لانك انت قررت انك انت ترجع له. طب ياخدك في حضنه بس ويشعرك بحنانه؟ لا، ويعوضك. هات الحله الاولى، الرب يلبسك ثياب الخلاص، يكسيك برداء البر، ويقول كمان هات الخاتم يختم قلبك بسكن الروح القدس للابد، يديك قلب جديد وحياه جديده علشان تحيا بقلب ينبض بحضور الرب يسوع المسيح لكل المجد والاكرام. كمان الرب يجعل حياتك دايما في نصره وفي قياده منه. من هو حكيم؟ حكيم لنفسه. اوعى الفرصه تضيع عليك لان حياتك مش مضمونه. امين. شكرا للقناه من اجل اتاحه الفرصه، ومن اجل اتاحه الفرصه اخونا محب اسيس ثابت، ربنا يبارككم. المايك معك اخونا محب. شكرا جزيلا ليك اخونا الحبيب شكري وحضره اسيس ثابت. بنشكر مره ثانيه حضراتكم متواجدين في كل مكان، وبنشكر ايضا تكبيساتكم. وصلنا ل 90 وتقريبا 96 حاجه زي كده حسب ما انا شايف، اذا كنت شايف صح يعني. وطبعا انا شايف ان بقت الساعه، يعني احنا عدينا الوقت المحدد نص وخمسة، يعني احنا المفروض بخلص الساعه بالظبط، لكن اللي حصل انها بقت الساعه كام؟ بقت الساعه ونص وخمسة حسب ما انت موجود بقى في الدنيا، عندك 12 عندك 11 عندك 7 عندك 9 زي ما يكون يعني. فاهلا وسهلا بيكم جميعا. بجد انا كنت مبسوط جدا النهارده واحنا بنناقش قضيه من اهم القضايا، اللي هي قضيه ايه؟ قضيه ان في تلاميذ كانوا خايفين وكانوا مغلقين الابواب. يعني مغلقه يعني مش مقفوله قفل عادي، يعني مقفوله ومترسه ومتترسها ومحطوطه وراها عايز ما حدش يعرف يدخل من اصلا خوف. لكن اللي حصل رب يسوع المسيح، التروس اللي نحطها والمعوقات اللي احنا بنحطها والافكار اللي احنا بنحطها والموروثات اللي احنا بنحطها والتقاليد اللي احنا بنحطها يقدر النهارده يحطمها، ويقدر لو انت عندك استعداد حقيقي انك تفتح. انا بسمع اخونا الحبيب شمس من شويه وبقول لك ايه، الرب قال كده ها انا ذا واقف على الباب. نعم، اللي واقف على الباب بيقرع، ده بره الباب ولا جوه الباب يا اسيس ثابت؟ بره صح، ما سمعتكش بس انا حسيت بيك بتقول كده. اللي عاده اللي بيخبط بيكون بره الباب مش جوه الباب. يعني الكنيسه وصلت الى حاله انها تخلي الرب يسوع المسيح بره الباب، لانهم قالوا له ايه؟ قالوا له مش ابعد عنا معرفه طرقك لنصر، ده قالوا له ان احنا بنعبد اله محمد. ففوقي يا كنيسه، هكذا يقول الله الرب في اشعياء 42، هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الارض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمه ومعطي للساكنين فيها روح. بتقول يا رب؟ بتقول يا رب؟ بيقول لك انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك. يا عم ما تخافش، يا عم ما تخافش، خليك قد الصلبان اللي حطيتها على صدرك ومسكها في ايدك وحطيتها على دماغك واتكلم واكرز. ما تخافش، ما تفوتش الفضائيات اللي بتعدي عليك والصور اللي بتطلعت لك ما تفوتهاش. اعمل زي بطرس الرسول، وقف واتكلم واشهد وخبر الناس عن الذي احبنا. وده موضوع الشهاده، من الخوف للشهاده. مش بيشهد عن حد تاني ولا ناس، لا لا، بيشهد عن ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. انا الرب قد دعوتك بالبر فامسك بيدك واحفظك واجعلك عهدا للشعب ونورا للامم، لتفتح عيون العمي، لتخرج من الحبس. في ناس محبوسه كتير يا مؤمنين يا بتوع الكنائس، محتاجين يتفكوا، محتاجين يخرجوا، المقصورين محتاجين يطلعوا من الحبس، من بيت السجن. اللي جالسين في ظلمه زي ما قال اخونا اسيس ثابت محتاجين يطلعوا للنور. وانت حضرتك معاك نور مش منور، ومعاك ملح مش شغال، مش عارف هيكون مكانه فين. لا، شوف اسمع ماذا يقول اخر كلام اقوله، وبعد كده اطلب من اسيس ثابت يختم لنا بالصلاه. انا الرب هذا اسمي، انا الرب هذا اسمي، ومجدي لا اعطيه لاخر، ولا تسبيحي ترنيماتي اناشيدي الحاني، ولا تسبيحي للمنحوتات
ولا للمرسومات ولا للمعلقات ولا للصخريات ولا للحفريات ولا لأي حاجة من كل الكلام ده. مجدي لا أعطيه لآخر. خلونا نقول يا رب توبنا فنتوب، ارحمنا فنرحم، طهرنا فنطهر، اغسلنا فنغتسل. يلي دفعت ثمن غالي عشان تحررني، أنا ما استاهلش محبتك، لكن تعال النهاردة واملك على حياتي على كياني، طهر لساني، طهر ذاكرتي، طهر عقلي، طهر المحفوظات اللي في اللي برددها زي الببغاء وانا مش عارف بقول ايه. طهر طهر، خليني اكون شاهد امين واتحرر من الخوف لمجد اسمك القدوس ايها رب الهنا. وانا الاسيس ثابت، اذا حبيت تقول حاجه او بتختم لنا بالصلاه نكون شاكرين ليك. اتفضل. في الاول انا بشكرك اخويا محب، بشكرك اخويا النمش، بشكر الله من اجلكم، من اجل البرنامج الرائع وحلقه انا بصلي انها تكون سبب بركه لكثيرين. حسب فهمي ان حلقه فيها كان اعلان للحق واضح وصريح. انا يعني الحاجه الوحيده اللي انا هقولها وباكد عليها، اني لو احنا درسنا سفر اعمال الرسل وفي كل مره اتحط فيها التلاميذ كانوا دايما بينادوا بان يسوع المسيح جاء تألم من اجلنا، مات وقام، وبقيامته أصبحنا شهود للقيامة، ومش هنقدر نشهد عن القيامة إلا بعمل الروح القدس. نحن نعبد إله واحد أعلن عن نفسه في كلمته المقدسة في الكتاب المقدس فقط. عشان كده إحنا بنشهد عن الله وعارفين ضعفنا، وبرغم ضعفنا هو بيستخدمنا لما نخضع ونطيع صوته. وأنا عايز أقول في الآخر لكل اللي كانوا بيشوفوا الحلقة أو اللي يشوفوها بعد كده، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم، سواء كنت قائد لا تقص قلبك في أن تكون كارزا، أو سواء كنت بتسمع لأول مرة، الرب يسوع المسيح يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون، ومفيش اسم تاني قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص غير اسم يسوع المسيح. شكرا لكم، خلينا نختم بالصلاة. ربي يبارككم. أنا بشجعكم على الحلقة الجاية الحكم بعد المداولة، شجع الكل انه يكون موجودين، ولو كان حد كمان عنده أسئلة. أبانا السماوي من كل القلب بشكرك من أجل محبتك العظيمة، بشكرك رب من أجل قناة الأرامية اللي بتتيح لنا الفرصة رب ان احنا نقدر نوصل رسالتك للناس اللي مش بنقدر حتى نشوفهم، أو الناس اللي بعيدة عنا في المكان، لكن ربنا انت بتستخدم التكنولوجيا أيضا لتوصيل رسالتك وكلمتك ربنا للبعدين. بصلي ربنا أنك أنت تنهض كنيستك وتنهض ربنا رجال، ونحن نثق ربنا ونعرف أنك لا تترك نفسك بلا شاهد. امتياز عظيم أن تستخدمنا رغم ضعفنا، ولكن ربنا خسارة كبيرة لو حرمنا نفسنا من هذا الامتياز. فأعطينا نعم ربنا أن احنا نكون أدوات صالحة في إيدك لنشر رسالتك ونشر كلمتك. بشكرك رب من أجل القناة، من أجل أخويا محب، من أجل أخويا النمر، بركة ليهم، بركة ربنا لكل الخدام اللي بيخدموا في القناة اللي وراء الشاشات اللي هم ربنا بتستخدمهم في التكنولوجيا. الرب يبارك الجميع حتى نكون جميعنا أدوات في يدك لعمل إرادتك في اسم المسيح. آمين آمين. أنت ميوت أخو محب. أمين أمين. ربنا يباركك، الرب يسمع ويستجيب أسيس ساند. أمين. الرب يبارككم وشكرا لكم، كان امتياز لي أن أكون موجود معكم. أنت ميوت يا محب، أنت ميوت، أنت ميوت برضه، حتى في الآخر بيت ميوت. مش إن شاء الله أنا هكون من الأحياء مش من الميوت، ما تقلقش. شباب حلوين، أصدقاء كبار أعزاء، فرحانين زعلانين متضايقين مبسوطين، نلقاكم بنعمة ربنا السبت الجاي في موضوع جديد. فصلوا من أجلنا وربنا يبارككم أينما كنتم وله كل المجد. آمين. آمين.